اول حاجه هنتكلم دلوقتي هنخلص الانتجريشن، وبعدين هنتكلم في الكود اوف ايثكس، وبعدين هنتكلم في كام بوينت كده، وبعدين هنتكلم في الريفرنسز والكويشنز واليو ار ال وشويه حاجات لطيفه كده عشان ازاي نحل اسئله ونعمل الكلام ده كله. فخلونا نبدا. احنا المره اللي فاتت وقفنا عند السلايد رقم 58. كنا خلصنا البروجكت نوليدج مانجمنت، وان شاء الله النهارده هنتكلم عن المونيتور اند كنترول بروجكت ورك. مونيتور اند كنترول بروجكت ورك، البروسيس دي يا جماعه تعتبر البروسيس الام لعمليه المونيتور اند كنترول، تعتبر البروسيس الام لعمليه المونيتور اند كنترول. هي دي البروسيس اللي المفروض بت اوفر ارت البروسيسز الثانيه كلها. فقال لك ان البروسيس دي از ذا بروسيس اوف تراكينج ريفيوينج اند ريبورتينج ذا اوفر اول بروجكت بروجريس تو ميت ذا بيرفورمانس اوبجكتيفز ديفايند ان ذا بروجكت مانجمنت بلان. تمام، ديفايند ان ذا بروجكت مانجمنت بلان. احنا بنتراك وبن ريفيو وبن ريبورت الاوفر اول بروجريس. تمام. The key benefits of this process are that it allows stakeholders to understand the current state of the project, to recognize the actions. طب تعالى ناخد الجزء الاول بس كده. اول حاجة ان هي بتدي فرصة للستيكهولدرز ان هم يفهموا حالة المشروع الحالية. يعني whenever انت في اي وقت في المشروع، في اوله، بعد اوله بشوية، في نصه، في اخره، انت كستيك هولدر. ولما اقول ستيك هولدر ده معناها اي حاجه، معناها الكاستمر، معناها الاونر، معناها البنك، معناها الدفاع المدني، معناها الاورجانيزيشن اللي حضرتك شغال تحتها، معناها الجوفرنمنت، معناها اي حاجه. ستيك هولدر في النهايه بيكون محتاج بشكل ما وبمعدل ما وبفورمات ما انه يبقى عارف الـ current state of the project. فالبروسيس دي بتديله فرصه انه يعرف الـ current state. ايه تاني؟ to recognize the actions taken to address any performance issues. يعرفوا اي اكشن تم اتخاذه للتعامل مع اي مشكله في الاداء. and to have the visibility into the future project status. ويكون عندهم دايما امكانيه كانهم عندهم ويندو على حاله المشروع. تمام، سواء كانت الكوست السكيدول السكوب والفوركاستس بتاعتها كلها. البروسيس دي بيرفورمد ثرو اوت ذا بروجكت، طبعا ثرو اوت ذا بروجكت لانها مونيتور اند كنترول فور ذا بروجكت ورك كله. طيب احنا عندنا دايما كلمتين، كلمه مونيتور اند كلمه كنترول. كلمه مونيتور معناها collecting and measuring and distributing performance information and assessing measurements and trends to affect process improvement. تمام؟ to affect a process improvement. monitor يا جماعة معناها الاطلاع والمتابعة، وcontrol معناها التحكم و يعني إجراء نوع من أنواع التعديلات بما يخدم تحقيق الخطه اللي انا شغال عليها والاهداف اللي انا شغال عليها. فلو احنا جايين نتكلم على المونيتور اند كنترول، فاحنا بنتكلم على ما يمكن ان نطلق عليه باللغه العربيه المتابعه والاشراف تحت كلمه مونيتور، وكنترول التحكم والرقابه او اجراء التعديلات اللازمه. وبالتالي مونيتورنج بتنكلود كولكتنج وميجرنج وديستريبيوتنج بيرفورمانس انفورميشن. والكونتينيوس مونيتورنج بشكل عام بيدي المشروع او بيدي فريق اداره المشروع نظره على صحه او يعني مدى تقدم المشروع بشكل سليم لكل الستيك هولدرز او لكل البروجكت مانجمنت تيم، ولو في اي اريز محتاجه سبيشال اتنشن. نيجي للكنترول
بيبقى بانكلود ديترمايننج كوركتيف اور بريفنتيف اكشنز. كوركتيف يعني تصحيحي وبريفنتيف يعني وقائي. اور ريبلاننج، دايما لما بنيجي نلاقي ان في مشكله حصلت بيبقى في خطا في حاجه من اتنين، يا في التنفيذ يا في التخطيط. يا اما انا خططت خطا ولما جيت عند التنفيذ اكتشفت تخطيطي او خطا التخطيط، يا اما انا مخطط صح بس التنفيذ هو اللي كان غير صحيح. وبالتالي انا بحدد الكوركتيف او البريفنتيف اكشن، او محتاج اعمل ريبلاننج عشان اتوافق مع الواقع اللي انا ما كنتش مخطط له صح. طيب المونيتور اند كنترول بروجكت كونسيرند وذ وات، يعني مهتمه بايه او ايه هي الحاجات اللي بتفوكس عليها. نمبر 1 كومبيرينج اكتوال بروجكت بيرفورمانس اجينست ذا بي ام بي. بي ام بي هنا اللي هي البروجكت مانجمنت بلان. وبالتالي انا من ضمن الحاجات اللي بتبقى مهتميه بيها البروسيس دي ان هي دايما بتعمل كومبيرينج ما بين الاكتوال بروجكت بيرفورمانس وبين ما تم التخطيط له، البلان دي يعني. assessing performance to determine whether any corrective or preventive actions are indicated then recommending them. دايما بتابع الاداء واشوف اذا كان في اي اجراء تصحيح او وقائي عامل وابتدي اوصي بيه. checking the status of individual project risks، اتابع دايما individual project risks وصلت لحد فين، حصلت ولا ما حصلتش، لو حصلت في implementation response حصلوا implementation ولا لا. maintaining an accurate timely information base concerning the project product، دايما يكون عندك داتا وعندك ابديت عن البروجكت برودكتس اللي هي الحاجه اللي هتطلع في النهايه من المشروع، وده بشكل تايملي يعني بشكل مستمر. ايه تاني؟ providing information to support status reporting progress measurement and the forecasting، لازم تكون بنقدم دايما المعلومات اللي ممكن تدعم عمليه تقديم التقارير او كتابه التقارير تقدم وتوقع ما يمكن ان يحدث مستقبلا. providing forecasts to update current cost and current schedule. monitoring implementation of approved changes they occur. تمام؟ as they occur. فانا برضو من ضمن الحاجات اللي بعملها monitoring هو تنفيذ ما تم طلبات التغيير اللي تم الموافقه عليها. Okay. providing appropriate reporting on project progress and the status to program management. لو انت بتشتغل المشروع ده within program فحضرتك محتاج تقدم status report و progress report عن المشروع لل program management. ensuring that the project stays aligned with the business needs. تطمن دايما ان المشروع دوت aligned مع البيزنس نيدز اللي كانت في البيزنس كيس والبنفيتس مانجمنت. لا، لو جينا بصينا على البروسيس عندنا هنا هنلاقي ان احنا عندنا في الاوتبوتس ايه بقى؟ عندنا في الاوتبوتس ورك بيرفورمانس ريبورتس. كنا دايما متعودين ان يكون عندنا هنا ورك بيرفورمانس انفورميشن ونلاقي هنا في المقابل ورك بيرفورمانس ايه؟ داتا. هنا لان دي ام العمليات بتاعت المونيتور والكنترول، فانت عندك هنا ورك بيرفورمانس ريبورتس اللي هي نوع من انواع تجميع الانفورميشن مع بعضها في نوع من الريبرزنتيشن، وات ايفر الريبرزنتيشن ده كان الكترونيك اور نون الكترونيك. تمام؟ فبتلاقي هنا موجود ورك بيرفورمانس انفورميشن وهنا ورك بيرفورمانس ريبورتس، بمعنى ان انت بتاخد الانفورميشن وتبتدي تحطها في شكل ما عشان تبقى ريبورت، بالاضافه الى تشينج ريكويستس لاي حاجه انت اكتشفتها محتاجه تشينج، وبروجكت مانجمنت بلان ابديت اني كومبوننت، وبروجكت دوكيومنتس اني بروجكت دوكيومنتس ابديتس. الانبوتس كانت عندي بروجكت مانجمنت بلان اني كومبوننت اولسو، وبروجكت دوكيومنتس، وورك بيرفورمانس انفورميشن واجريمنتس واي اف او بي اي. التولز اللي عندي تقريبا ما فيش ولا تول منهم جديده. Expert Judgment و Alternative Analysis, Cost Benefit Analysis, Earned Value Analysis, Root Cause Analysis, Trend Analysis, Variance Analysis, in addition to Decision Making و Meeting. تمام؟ ف we have no new. نيجي بقى للبروسيس المهمة جدا واللي مطلوب من حضراتكم تركزوا معايا فيها جدا، وهي Perform Integrated Change Control. البروسيس دي
يعني تكاد تكون اهم ما يمكن ان هو يكون موجود في الانتجريشن، ومن اهم العمليات بشكل عام في اداره المشروع. قدرتك على فهم اداره التغيير وازاي بيتم وايه المطلوب فيه والكلام ده كله بيحط لك دايمنشن سترينث قوي جدا عندك كمدير مشروع، وبيخليك عندك قدره على التعامل مع التشينجز as they occur. اوكي طيب، perform integrated change control is a process of reviewing all change requests. اول حاجه مراجعه او الاطلاع على او فحص كل طلبات التغيير، وبعدين نعمل ايه؟ يا اما هن ابروف يا اما هن ريجكت. ف approving changes and managing changes to deliverable، مش بس انك تابروف التشينج ولكن كمان تمانج التشينج وهو بيتنفذ. طيب التشينجز دي ممكن تحصل لايه؟ انا لما باجي اقول تشينج هنا انا ما بتكلمش فقط على deliverables، انا بتكلم على كمان project documents، وبتكلم على البروجكت مانجمنت بلان. واخدين بالنا احنا بنتكلم عن ايه؟ بنتكلم عن changes في deliverables اللي هي في النهايه بتشكل لي البرودكت او الاوتكم بتاعي اللي بيطلع لي من المشروع، وكمان بنتكلم عن البروجكت دوكيومنتس اللي احنا اتكلمنا عليها كتير جدا، وبنتكلم عن البروجكت مانجمنت بلان اللي احنا دايما بنعمل فيها ابديت اند كوميونيكيتنج ذا ديسيجنز. وفي النهايه بنكوميونيكيت الديسيجنز اللي احنا وصلنا لها. لو احنا وافقنا على التشينج فلازم نكوميونيكيت الديسيجن ده، لو احنا ريجكتد التشينج فاحنا لازم نكوميونيكيت الديسيجن ده. This process reviews all requests for changes to the project documents, deliverables, or the project management plan and determines the resolution of the change request. هيتم ايه في ال change request؟ The key benefit of this process is allows for documented changes within the project. تمام؟ بتسمح او بتدي فرصة او بتخلينا نقدر نعمل طلبات تغيير موثقة وليس طلبات تغيير كده وخلاص. ان اي طلب تغيير للمشروع يكون ايه؟ documented. To be considered in an integrated manner. يعني ايه in an integrated manner؟ مهم جدا يا جماعة نفهم يعني ايه كلمة integrated هنا في البروسيس بتاعتنا. دايما لما بتيجي تعمل change دايما الحاجات بتبقى متركبة على بعضها، او لو جيت بصيت على الامور وهي بتحصل في حياتك حتى بعيدة عن المشروع هتلاقي ان الامور دايما بتبقى حاجات مترتبة على بعضها. يعني انت خدت الاكشن الفلاني لان انت في الوقت دوت كانت عندك واحد اتنين تلاتة. لذلك دايما بنقول لناس كتيرة ما تحاولش تحكم على تصرف حد في وقت معين بمعطيات وقت تاني، لان هو في الوقت دوت اخذ القرار بناء على معطيات الوقت ده. ما ينفعش مثلا ان انا النهاردة اجي الوم تصرف حصل من 10 سنين بتفكير وبنضج النهاردة وبمعطيات النهاردة. لأ، أنا في النهاية لما باجي أخد decision باخده في ضوء المعطيات الحالية، ولما تيجي تقيمه قيمه في ضوء المعطيات اللي كانت ساعتها حالية. Anyways لما باجي أقول integrated فده معناه إيه؟ معناه إن دايما أي حاجة بتبقى مرتبطة بحاجات تانية، مفيش حاجة بتبقى isolated لوحدها. يعني حضرتك النهاردة لما تيجي تقول والله على مستوى مثلا ايه شغلك انت لو شغلك من 9 لـ5 ولسبب ما حصل تغيير في شركتك ومواعيد العمل هتبقى من 1 لـ9 مش من 9 لـ5. طيب ده اللي تشينج في حد ذاته، وده اللي تشينج هيحصل لحضرتك انت، بس حضرتك ويومك مرتبط بيه حاجات تانية، مرتبط بيه اولاد كنت بتجيبهم من المدرسة او بتوديهم المدرسة، مرتبط ب جيم كنت بتروحه، مرتبط ب دراسة او دراسات عليا او تطوير ذات كنت انت بتعمله لنفسك، مرتبط ب ان كان عندك حد من اهلك بتعتني بيه وكنت بتروح له في التوقيت ده، مرتبط ب حاجات تانية. وبالتالي لما تيجي تعمل التشينج ده فانت محتاج ترتب باقي الملفات، او ترتيب باقي الملفات او ان يبقى التشينج ده بيكونسيدر كل الحاجات التانية، هي دي فكرة الانتجريشن، هي دي فكرة انه يبقى integrated change او بيتعمل in an integrated manner. تمام؟
وبالتالي فكره الانتجريشن هي ان التشينج ده لما يتعمل يكون حسب حسابات الحاجات اللي هتتاثر بالتشينج ده وشاف هيعمل فيها ايه. تمام؟ فهي دي فكره الانتجريشن. فلما نيجي نقول to be considered in an integrated manner while addressing overall project risk، لما نكون بنعمل addressing كمان الـ overall project risk، لأن changes كتيرة ممكن وهي بتتعمل تcreate new risks وممكن تaffect الـ overall project risk كمان مش individual project risk، which often arises from changes made without consideration of the overall project objectives or plan. يعني دايما الـ overall project risk ده بيحصل لما الـ changes بتتعمل بدون وضع في الاعتبار الـ overall project objectives سواء كان time أو كوست. يعني الحتة دي عشان برضو أفهمها لك وأوضحها لك أكتر، أنت أحيانا لما بتيجي تاخد الديسيجن، يعني هقول لحضرتك على حاجة، أنت عندك، أنت في بيتك، بيتك ماشي ب10 قروش في الشهر، بيتك ماشي خليني أقول ب100 قرش في الشهر، خلاص؟ فدي الـ overall monthly budget objective بتاعت حضرتك. فانت في ضوء الكلام دوت بتبقى مخطط، والله انا اقدر اجيب كذا وما اقدرش اجيب كذا والكلام ده كله. طيب هنفترض ان انا دلوقتي، او بلاش، المدام جت قالت لك والله الولد عايزين نجيب له مش عارف ايه بقرشين. فانت لما جيت تاخد القرار في او لا فيما يخص الشيء اللي عايزين تجيبه للابن ده، بصيت للي في جيبك في وقتها، ما بصيتش للاوفر اول مونثلي بادجت، لان انت النهارده ممكن يبقى معاك حق الحاجه اللي هتشتريها، بس ده هيأفكت حاجه تانية قدام، او هيأفكت المونثلي اوفر اول بادجت. تمام؟ وبالتالي انت ممكن توافق على تشينج ما لانه هيعمل لك تاخير يوم دلوقتي، واليوم مش ازمه قوي، بس لما تيجي تشوف الكونسيكونسز بتاعته والريسك اللي ممكن ينتج عنه وممكن ياثر ازاي على كل المشروع، هتلاقي ان الموضوع لا، ده ممكن ياثر لي على الاوفر اول بروجكت سكادول، ممكن ياثر لي، سوري، ياثر لي على البروجكت سكادول او ياثر لي على البروجكت كوست. تمام؟ كله، وبالتالي هو كده بياثر لي على اوفر اول بروجكت اوبجكتيف. فالتشينج هنا فكره انك تدرسه وانك تشوفه بشكل انتجريتد، وانك تحط في الكونسيدريشن كل حاجه وانت بتدرسه، هي دي فكره الانتجريشن، هي دي المينينج اللي ورا كلمه انتجريشن. طيب البروسيس دي بيرفورمد ثرو اوت ذا بروجكت برضه، يعني زي اللي قبلها. طيب تعالوا نتكلم عن ديفينيشن او تيرم مهم جدا، هو السي سي بي او تشينج كنترول بورد. تشينج كنترول بورد دي لجنه او هيئه التحكم في التغييرات، هي دي الجهة المنوط بيها ان هي يدخل لها التشينج، وبعدين هي تبتدي ايه، تكرر او تدرس وتكرر وتاخد قرار فيما يخص الايه، التشينج ده. قال لك is a formally chartered group responsible for reviewing, evaluating, approving, delaying or rejecting the changes. يعني هي اللي بتراجع او بتفحص طلبات التغيير، هي اللي بتقيمها، هي اللي بترفضها، هي اللي بتأجلها، هي اللي بترفضها زي ما قلنا، او بتأجلها وبتوافق عليها. اوكي؟ وكمان for recording and communicating such a decision، وهي المسؤولة ان هي تسجل وتوصل القرارات اللي هي خدتها. طيب مين اللي بيرأس اللجنة دي؟ يا اما البروجكت مانجر او ديزيجني. ديزيجني اللي هو من يفوضه مدير المشروع، من يفوضه مدير المشروع. طيب هي السلطه تاني اهو، تشيرد باي مين؟ بروجكت مانجر. يبقى الديفولت مين يا جماعه؟ بروجكت مانجر. او لو البروجكت مانجر قرر انه يفوض حد تاني لرئاسه اللجنه دي، فهو بيبقى بنفسه اللي ادى الايه، التفويض ده. طيب باورز اند ريسبونسبيلتيز ماست بي ويل ديفايند، لازم نعرف صلاحياتهم ونعرف مسؤولياتهم بشكل جيد جدا. Agreed upon and approved by key stakeholders، لازم يكون متوافق عليها من الستيكهولدرز الاساسيين، يعني هم موافقين ان الجهه دي هي اللي هتفصل في التغييرات، هي اللي هتقرر في التغييرات. وبالتالي Change Control Board هي الجهه المنوط بيها ان هي تستقبل طلب التغيير وتتعامل معاه وتقرر بشانه وتوصل القرار اللي هي ايه، اخذته. تمام؟
تاني بقى، دينا بنأكد هو على الحته دي عشان الحته دي بتبقى مهمه جدا. نقول ان التشينج از ذا التيميت ريسبونس، تشينج كنترول از ذا التيميت ريسبونسبيلتي اوف ذا بروجكت مانجر، هي سلطه مطلقه الى مين، او مسؤوليه مطلقه الى مسؤوليه مطلقه لمدير المشروع. changes may be changes may be requested by any stakeholder، يعني احنا دلوقتي ما بنقولش ان هو اللي يطلب التغيير، لا احنا بنقول ان هو اللي كنترول التشينج، تمام؟ ولكن التشينج ده ممكن يطلب عن طريق اي حد، اي stakeholder. Every documented change request needs to be either approved, deferred, or rejected by a responsible individual. لازم أي طلب تغيير مكتوب يتم الفحص، فيتم فحصه أو يتم مراجعته أو يتم دراسته، تمام؟ ويا إما يتأجل، يا إما يتنفذ، يا إما يترفض. Okay. Customer or sponsor approval may be required for certain change requests. After CCB approval، يعني بعض القرارات او بعض الامور بنبقى محددين ان مش هيحصل فيها تشينج بمجرد موافقه CCB، الموضوع يتطلب بعد موافقه CCB موافقه حد تاني سواء كان كاستمر او سبونسر، تمام؟ ما لم يكن ان هم اصلا جزء من CCB، يعني هم لو السبونسر واحد من CCB خلاص احنا مش محتاجين نعدي عليه القرار بعد ما اصلا هو شارك في دراسته جوه CCB. Changes may be initiated verbally, they should be recorded in written. يعني بالرغم من ان طلبات التغيير ممكن تبدا شفويا، ممكن تبقى عباره عن طلب شفهي، ولكن لازم تتسجل بعد كده وتتحول الى طلب مكتوب يتم ادخاله الى منظومه او الى نظام اداره التغييرات ونظام اداره الضبط. ودول اللي احنا هنتعرف عليهم دلوقتي، اللي هم اللي Change Management System والConfiguration Management System، هنعرف ايه هي الحاجات. طيب دي the same slide. طيب What is Configuration Management System and what is Change Management System and how do they relate؟ يعني ده عبارة عن ايه وده عبارة عن ايه؟ الConfiguration Management System يا جماعة عبارة عن النظام المسؤول عن ضبط او مش ضبط، حفظ والمحافظة على المواصفات الفنية والمادية والوظيفية اللي في الـ outcome أو الـ product أو أي component في المشروع، تمام؟ هقول تاني، configuration management system هو المسؤول على المحافظة على المواصفات المادية والوظيفية لأي عنصر قابل للتغيير في المشروع. العنصر ده ممكن يبقى deliverable، العنصر ده ممكن يبقى plan، العنصر ده ممكن يبقى document، تمام؟ وبالتالي حضرتك النهاردة في الـ configuration management system بتقدر تمينتين الـ specification بتاعت كل item من الـ items دي. طيب الـ change management system بقى هو النظام المسؤول عن إدارة التغييرات للعناصر اللي أنا ظبطتها بالConfiguration Management System، تمام؟ الـ Change Management System هو المسؤول عن إدارة الـ Changes اللي هتحصل للحاجات اللي أنا حطيت المواصفات بتاعتها في الـ Change Management System. How do they relate؟ إحنا هنقول بعد كده هنوضح، بس مبدئياً الـ Change Management System is a part of Configuration Management System. اوكي الناس اللي لسه ما فهمتش انا دلوقتي هزود في الشرح وهقول اكزامبل عشان تفهموا، فنهدى كده لو احنا حاسين الموضوع ايه داخل في بعض. طيب فالتشينج كنترول سيستم، تشينج كنترول سيستم ده عباره عن ايه؟ قال لك كوليكشن اوف فورمال دوكيومنتد بروسيجر. مبدئيا نقف لحد هنا ما نكملش، مبدئيا ايه؟ هنتكلم عن بروسيجر، اجراءات، بنتكلم عن اجراءات. يعني المفروض اقول لك في التشينج مانجمنت سيستم لما تيجي تعمل تشينج في السكوب هتقوم عامل 1 2 3 4، لما تيجي تعمل تشينج في السكيدول هتقوم عامل 1 2 5 7، لما تيجي تعمل تشينج في الكوست هتيجي تقوم عامل 1 2 3 7 وهكذا. مبدئيا احنا بنتكلم عن ايه؟ كولكشن اوف فورمال دوكيومنتد بروسيجر، حاجات رسميه ومكتوبة، procedure that define how project deliverables and documentation are controlled. أنا أتكلم هنا عن project إيه؟ deliverables
وdocumentation are controlled, changed and approved. تمام؟ are controlled, changed and approved. أي حاجة من الحاجات دي إزاي نتحكم فيها؟ إزاي تتغير؟ إزاي نوافق على الإيه؟ على changes بتاعتها. طيب بيقول لك إن في specialized change control system لكل حاجة من الحاجات اللي أقولها لك دي. أول حاجة الـ scope. في project scope change control system. في schedule change control system. في cost change control system. في contract change control system. طيب انا لسه كنت بقول لك ايه؟ بقول لك ان انا بعرف مجموعه من البروسيجر. اذا لما هخش على البروجكت سكوب تشينج كنترول سيستم هلاقي مجموعه من الاجراءات يجب ان اتبعها لما اجي اعمل اي تغيير فين في السكوب. هلاقي مجموعه من الاجراءات يجب ان اتبعها لما اجي اعمل اي تغيير في السكادول and so on. قلنا كمان ايه لسه قايلين من شويه, is a subset of the configuration management system. اللي هو مين؟ اللي هو التشينج كنترول سيستم. نيجي للconfiguration management system. قالك is a subset of the overall project management system. يعني change control system is part of the configuration management system. والconfiguration management system is a part of the overall project management system اللي احنا ممكن نقول عليه انه هو جزء اصلا من خطة ادارة المشروع او هي خطة ادارة المشروع. It is a collection of formal documented procedure used to apply technical and administrative direction and surveillance too. بتستخدم ليتم تطبيق توجيهات ومراقبة إدارية وفنية لإيه؟ to identify and document the functional and the physical characteristics of a product, service, result or component. نحدد بقى, نحدد تمام, identify and document إيه؟ functional and the physical characteristics, المواصفات أو الخصائص المادية والوظيفية للمنتج او الخدمه او الريزلت بتاع المشروع او اي كومبوننت في المشروع. كنترول تشينجز تو such characteristics, عشان نقدر نكنترول التشينجز دي للكاركترستيك دي, يعني ما خليش التشينج يروح لها غير بمواصفات وبطريقه معينه. ريكورد اند ريبورت تشينج اند اتس امبلمنتيشن ستاتس. تبتدي بقى لو حصل فعلا تشينج بالطريقه اللي انت محددها تبتدي ريكورد وريبورت الكلام ده. اخر حاجه خالص سبورت ذا اوديت اوف برودكتس سيرفيسز ريزلتس اور كومبوننتس تو فيريفاي كونفيرمنس تو ريكويرز. طيب انا اي بيليف انه ممكن يبقى في ناس لسه الموضوع مش كلير بالنسبه لها وناس مش فاهمه. خليكم معايا في الجزء اللي جاي هقول لكم اكزامبل يفهمكم الدنيا. من ضمن الحاجات برضو عن configuration management system قالك it includes the documentation tracking systems and defined approval levels necessary for authorizing and controlling changes. يعني لما نيجي نقول ببساطة ان انا هيبقى عندي حتة كده في البرودكت بتاعي, ولو نقول مثلا ايه السايز بتاع الباب بتاع الشقة لكل شقة في الادوار بتاعتنا. السايز ده بتاع باب الشقه لو جيت تعمل عليه تشينج انت محتاج تروح تاخد ابروفل من الراجل بتاع الفرنيتشر, لان هو مظبط مقاس اكبر قطعه فرنيتشر على سايز الباب اللي موجود, وبالتالي التشينج اللي يحصل في السايز بتاع الدور محتاج ابروفل من الفرنيتشر مانيفاكتشرر. اوكي, وبالتالي هنا انا جاي بمينتين الايه, بمينتين الفيزيكال دايمنشن او فيزيكال كاركترستكس اللي اسمها الدايمنشن بتاعه الدور. بمينتين واقول والله دايمنشن الدور المفروض تبقى كذا وكذا, ولو جه يحصل اي تشينج للدايمنشن بتاع الدور لازم تراجع. ممكن يبقى في حد تاني, يعني مش شرط فيرنيتشر. على سبيل المثال بعض المطابع بتبقى محتاجه فتحة باب معين او مقاسات باب معين عشان يقدر يدخل يعني بارتس من مكنة الطباعة. بعض الاماكن بتاعت الاشعة برضو بتبقى محتاجة, يعني احيانا بيضطروا يهدوا باب, يهدوا جدار في الغرفة عشان يدخلوا الماشين اللي هيستخدموها. ده مجرد اكزامبل بيوضح لك او بيشرح لك. لو انت جاي بتشتغل في حاجة ممكن تبقى الكترونيكس, انت في النهاية اتزنقت, انت بتراجل تعمل ديزاين لايفون وفي كومبوننتس انت مزنوق, المكان بتاعها مزنوق جدا وعايز تغير المكان بتاعها. هل ببساطه تروح تغير المكان كده بدون اي حاجه, ولا محتاج تعرف هو ايه اللي كان مترتب على المكان القديم عشان اروح اراجع معاه كل النقط دي عشان اشوف المكان الجديد ده هيتحقق فيه الكلام دوت ولا مش هيتحقق.
تمام. وبالتالي هي دي فكره الكونفيجريشن، ان انا بمينتين حاجات معينه، بقول والله انا محدد اللوكيشن بتاع الالكترونيك كومبوننت في الحته دي عشان كذا وعشان كذا وعشان كذا. وبالتالي لما تيجي تعمل تغيير للكومبوننت نفسها او للوكيشن بتاعها، فانت محتاج تتشيك او تفريفاي او تميك شور ان 1 2 3 4 بيحصل. اوكي، فهي دي فكره الايه، الكونفيجريشن. طيب، in most application areas the configuration management system includes the change control system. في معظم المجالات بتتضمن الكونفيجريشن مانجمنت سيستم جواها التشينج كنترول سيستم. انا ناخد الاكزامبل ده. Like suppose that there is a project to build and equip a server room in the roof of a high building in a remote location. عايزين نبني غرفه للسيرفرز، سيرفرز دي يا جماعه اللي هي اكيد كلنا طبعا حتى لو تخصصنا مدني عارفين يعني ايه سيرفر، عارفين ان دي بتبقى داتا روم او داتا سنتر، تمام. فببساطه احنا عندنا ريموت بروجكت وعايزين نعمل له كوميونيكيشن يونت او داتا سنتر هناك، فعايزين نعمل سيرفر روم، عايزين نعمل سيرفر روم. السيرفر روم دي هتبقى في فوق مبنى عالي في مكان بعيد في ريموت لوكيشن، تمام. طيب احنا حددنا اي تفاصيل؟ لا لسه هنحدد بقى. ايه الريكويرمنتس بتاعتنا؟ قال لك روم وذ سبيس اوف 15 سكوير متر مينيمم، مينيمم المساحه بتاعت الغرفه 15 متر مربع، اند مينيمم اوف 4 متر لينث فور وان اوف ذا تو سايدز، ان احد الاضلاع يكون 4 متر مينيمم، تمام. طيب room is coated and painted with waterproof and fireproof material، ان الغرفة تكون مغطاة ومطلية بمواد غير قابلة لانفاذ الماء او الحريق، تمام، ضد الماء وضد الحريق. room is air conditioned with an AC with a power horse that is proportional to the square area of the room in which power horse for each 6 meter, one power horse for each 6 meter of square area. يعني لازم نركب تكييف يتناسب مع مساحة الغرفة بحيث كل 6 متر من مساحة الغرفة يبقى ليها one power horse من التكييف. وبالتالي لما نيجي نقول 15 متر هنا، فاحنا بنتكلم على الأقل خالص في ان الباور هورس بتاع التكييف تكون 2.5 حصان. Contains two racks of size 7U with minimum separation space of 2 meter between. يبقى الدولاب اللي بيتحط فيه السيرفر والسايز بتاعه 7U دي وحدة قياس الراكس، with minimum separation space، مسافة بينهم ما تقلش عن 2 متر، مسافة ما بين كل واحد والتاني ما تقلش عن 2 متر. With three phase electricity source, power source، يعني يبقى عندنا مصدر كهرباء 3 فيز في الغرفه، وعندنا انترنت كونكشن اوف سبيد من 50 ميجا بتس بير سكند. حلو، انا دلوقتي قلت ايه الريكويرمنتس. عايزين نشوف بقى هنعمل ازاي كونفيجريشن وازاي الدنيا دي هتتعمل. تعالوا نتخيل السكوب بتاعنا كده في المشروع الاول. السكوب بتاعي build or select an existing room on a building in the specified area. يعني اول حاجه يا اما هنبني يا اما هنختار غرفه في فوق مبنى في المنطقه المتحدده. ثاني حاجه coat and paint the room، هنبتدي نطلي الغرفه او ندهن الغرفه بالدهانات ونطليها كمان او نغطيها بالمواد الايه اللي هي تمنعها من الحريق والماء. supply the AC according to specs and install it، هنبتدي كمان نورد ونركب التكييف ونورد ونركب كمان الركات التوراكس، when equip a room with electricity source according to the specification، when equip a room with internet connection according to the specification. ده كده simply the scope of work. تعالوا نتوقع ايه ممكن يبقى configurable items. يعني ايه configurable item؟ هو الايتم اللي محتاج يبقى ليه مواصفات to be maintained عشان اقدر ادليفر البروجكت بشكل صحيح، تمام. فايه هي الكونفيجرابل ايتم اللي عندي؟ نفكر مع بعض كده.
في حسب نرجع تاني للريكويرمنتس هنا ونشوف ايه هي ممكن تبقى كونفيجرابل ايتم، ايه هي حاجه ليها مواصفات ممكن لو حصل لها تشينج تافكت الفاينل برودكت او الفاينل اوت كم بتاعي. تمام، ايه هي الحاجه دي؟ خلاص، فلما نيجي نبص مع بعض كده نلاقي ان الكونفيجرابل ايتمز هنا عباره عن الروم سبيس، لان الروم سبيس فعلا محطوط لها مواصفات، والمواصفات دي لو اتاثرت ممكن تافكت الفاينل ديليفري. الروم بينت اند كود، الروم بينت اند كود ده يعتبر كونفيجرابل ايتم، انا محتاج امينتين او محتاج اكونترول التشينجز اللي ممكن تحصل له. الاي سي كونفيجرابل ايتم، انا محتاج اكونترول التشينجز اللي ممكن تحصل له. الراكس، الباور سورس، الانترنت كونكشن، وايه ده؟ ده WBS. WBS ده عشان ريليتد بايه؟ بالسكوب اللي كنا نتكلم عليه. WBS كمان يعتبر كونفيجرابل ايتم. WBS يعتبر كونفيجرابل ايتم، انا محتاج امنتين او اكيب السبيسيفيكيشنز بتاعته عشان دي دوكيمنت مهمه عندي في المشروع. يعني ممكن WBS او نقول سكوب از لاين مثلا، اللي هو WBS مع السكوب ستيتمنت مع الابروفد، سوري الابروفد سكوب، الابروفد سكوب ستيتمنت مع WBS، مع WBS ديكشنري ممكن نقول سكوب از لاين زي ما احنا قلنا مثلا السكادول بيز لاين والبي ام بي. فانا عايز امنتين الحاجات دي واحطها في حته بحيث ان اي تغيير لما يحصل لها التغيير اللي يحصل ده يراعي كل الحاجات ويكون انتجريتد في نفس الوقت. البي ام بي كمان اللي هي البروجكت مانجمنت بروفيشنال، سوري البروجكت مانجمنت بلان، معلش الدنيا دخلت في بعضها. فانا في عندي في الروم سبيس والروم بينت وان كوت والاي سي والراكس والباور سورس والانترنت كونكشن والدبليو بي اس والسكيدول بيز لاين والبي ام بي. هتقول لي انت جبت الدبليو بي اس والسكيدول بيز لاين والبي ام بي، انا ممكن احط حاجات تانية بس انا بحاول اجيب لك حاجات ليها علاقه بالبرودكت وحاجات ليها علاقه بالايه، بالدوكيومنتس اللي موجوده عندك او البروجكت كومبوننتس او البروجكت مانجمنت كومبوننتس. تمام، طيب الكونفيجرابل ايتم ببساطه شديده جدا لما نيجي نبص كده هنلاقي ان الكونفيجرابل ايتم ان انا هاجي اقول ببساطه روم سبيس، هقول 15 متر ده انا المفروض امنتينه، واقول كمان ان احد الاضلاع يبقى 4 متر. طيب افرض ان انا دلوقتي وانا جاي نازل ادور على غرفه مناسبه فوق مبنى لقيت غرفه مساحتها 13 متر، فانا ممكن لو مفيش عندي كونفيجريشن بتمنتين حاجه زي كده هتقول لي لا، ما هي دي ببساطه انت هتبص على الريكويرمنت ويا اما مطابق للريكويرمنت ولا مش مطابق. هقول لك ماشي، بس هي الامور ما بتبقاش بالسهوله دي، لان انت احيانا لما بتيجي ساعه التنفيذ بتلاقي ان اللي انت كنت مخطط له او اللي كان مطلوب مش هينفع يتنفذ. ان احنا مثلا لقينا ما فيش ولا مبنى نقدر نقيم عليه غرفه، وما فيش غير هم ثلاث مباني، والمباني دول هم دول اللي عليهم غرف، والغرف اللي موجوده اكزيستنج كده. فبالتالي انا ممكن اقوم قايل لك على السبيس ده ان معمول السبيس ده عشان كذا، ولو جيت تغير في السبيس تراجع المهندس الخاص بالداتا سنتر. حلو، فلو جيت تغير برضو في الدايمنشن، يعني مثلا انت لقيت غرفه 15 بس 3.5 في 3.75 ان مفيش ضلع 4، طب هتعمل ايه؟ نفس الكلام. طب روم بينت اند كود، انت والله الروم بينت اند كود اللي كان محطوط لك كان متحدد حسب كود مصري، وانت لما جيت تشتغل بالكود المصري لقيت ان في مشكله فانت هتحتاج تغير. طب انا لما اجي اغير بقى في الحته بتاعه الكود دي ايه الحاجات اللي هتترتب عليها وارجع لمين؟ هي دي هتلاقيها جوه ايه؟ جوه الكونفيجريشن مانجمنت سيستم. نفس الكلام في الاي سي، انت دلوقتي مثلا ما فيش في السوق 2.5 باور هورس، في 2.25 وفي 3. طب التشينج هنا انت عايز تعمل تشينج من 2.5 او عايز تعمل تشينج من الحاجات اللي هم حاطينها ليه 2.25؟ طب ارجع لمين او اشوف ايه؟ فساعتها يقول لك والله احنا ممكن نحط جوه الغرفه حاجه كده تاخد مساحه بحيث ان احنا نقلل مساحه الغرفه او نقلل الفوليوم بتاع الغرفه عشان الاي سي يشتغل. الراكس، الباور سورس، انترنت كونكشن وهكذا، كل دي تعتبر كونفيجرابل ايتمز انا هحتاج امنتين الفيزيكال والفانكشنال كاركترستكس بتاعتها جوه الكونفيجريشن مانجمنت سيستم، عشان لما تجيلي التشينج ريكويست بالشكل ده اقدر اشوف اروح اعمل ايه او ارجع لايه او ايه اللي هيحافظ لي على
ان التشينج ده يبقى انتجريتد، اللي هيحافظ لي هي الحاجات اللي موجوده جوه الكونفيجريشن مانجمنت سيستم. تمام؟ فانا لو جاي لي دلوقتي تشينج ريكويست للروم دايمنشن، فانا هراجعه عن طريق الكونفيجرابل ايتم اللي كان اسمه روم سبيس، واشوف هل انا محتاج اراجع حد تاني، محتاج هل ممكن اعمل تغيير في الحته دي. نفس الكلام بقى بالنسبه لكله. ونيجي كمان عند الاسكادول بيز لاين والابديت بي ام بي. تمام؟ الحاجات دي برضو نفس الكلام، دي كونفيجرابل ايتم ولازم تكون التشينجز ليها كنترول. تمام؟ نيجي عند اخر حاجه خالص عايز اتكلم عليها، اللي هي تشينج وركينج اور. تشينج وركينج اورز، ان انت هتغير ساعات العمل. ممكن تغيير ساعات العمل ده يكون اصلا مش كونفيجرابل ايتم ولا هياثر على اي حاجه، وما انتش محتاج انك لما تيجي تغيره غير انك بس تعمل كوميونيكيشن مع التيم بتاعك. وبالتالي تشينج وركينج اور ده تشينج ريكويست ملوش كونفيجرابل ايتم وما كانش موجود، فانت هتمشي تشينج ريكويست عادي جدا بدون ما يبقى فيه كونفيجرابل ايتم. تمام؟ اتمنى تكونوا فهمتوا الجزء دوت، ولو في اي اسئله برضو انا برحب بيها بعدين. طيب عشان برضو نبقى اتكلمنا في كل حاجه فيما يخص التشينج كنترول. تمام؟ فعايزين نعرف برضو ان ال process of reviewing all changes, requests, approving changes and the control to deliverable and OBE. تمام؟ فالبروسس دي هي اللي بتريفيو للتشينجز للديليفربل OBE. الكونفيجريشن مانجمنت سيستم وذ تشينج كنترول بروفايدز ا ستاندرايزد افكتيف اند افيشنت بروسس تو سنترالي مانج تشينجز وذ ذا بروجكت. الكونفيجريشن مانجمنت سيستم بيديك ايه؟ بيديك اداره مركزيه لعمليه التغيير اللي ممكن تحصل في اي حاجه في المشروع. Every documented requested change must be either accepted, deferred or rejected by someone or by some authority within the project management team or external organization representing the initiator, sponsor or customer may include the change control board which is responsible for approving what. طيب لما نيجي نبص كده يا جماعه ايه اللي بيبقى حاصل؟ بيبقى هنا عندي في الانبوت تشينج ريكويستس، وانا يعني انت مش هتلاقي تشينج ريكويستس كانبوت في اي بروسيس ثانيه للبروسيس دي. تمام؟ وكل التشينج ريكويستس اللي كانت موجوده في الاوتبوت بتاع اي بروسيس قبل كده بتصب وبتيجي عندي في البروسيس دي كانبوت. تمام؟ طيب انا عندي هنا ابروفد تشينج ريكويستس اللي هي كانت داخله التشينج ريكويستس، يا اما تبقى ابروفد تشينج ريكويستس يا اما هتبقى ديفيرد، ودي هتتحط فين؟ في التشينج لوج. عندي حاجه هنا اسمها ايه؟ تشينج لوج. تشينج لوج ده بيتم تسجيل كل حاجه تخص التغييرات فيه، ده سجل التغييرات اللي بيتم تسجيل فيه اي طلب تغيير من اي نوع والكرنت ستاتس والديسيجن بتاعه وهيكومينيكيتد لمين؟ تو بي كومينيكيتد لايه؟ لمين؟ فبروجكت مانجمنت بلان ابديتس اني كومبوننتس وبروجكت دوكيمنت ابديتس اللي هو التشينج لوج. في الانبوتس ايه؟ بروجكت مانجمنت بلان، بروجكت دوكيمنتس، ورك بيرفورمانس ريبورتس اللي طالعه لي من البروسيس اللي فاتت، وتشينج ريكويستس وي اف واو بي اي. تمام؟ طيب ايه في التولز عندي؟ مفيش حاجه جديده، هي اكسبرت جادجمنت، تشينج كنترول تولز، داتا اناليسيز بنعمل الترناتيف اناليسيز وكوست بنفيت اناليسيز، ديسيجن ميكنج بنعمل فوتنج، اوتوكراتيك ديسيجن ميكنج ومالتي كرايتيريا ديسيجن اناليسيز. اوتوكراتيك ديسيجن ميكنج يا جماعه اللي هو الديكتاتوريه، يعني تاخد القرار بشكل ديكتاتوري، ان انت ببساطه شديده جدا في تشينج كمدير مشروع بشكل ديكتاتوري، لا مش هوافق عليه، انا مش هوافق على التشينج. هتقول لي طب وانا المفروض اعمل كده؟ هقول لك بص، في الاول وفي الاخر المدير اللي بيدير بروجكت او القائد اللي بيقود اي حاجه، تمام، بيجي له اوقات بيستخدم فيها ديفرنت هاتس. عارفين النظريه بتاعت ستيكس هاتس، ديفرنت هاتس في الليدرشيب، فانت بتغير ما بين حاجه والتانيه. وارد جدا ان انت يجي في وقت من الاوقات تقول اللي بقوله يتعمل، بس ده ما ينفعش يبقى اسلوب شغل، او ما ينفعش يبقى هو ده على طول اسلوب الشغل، لان انت في الاول وفي الاخر بتستخدم عقول الناس اللي معاك. لكن بيجي عليك وقت والله لا، احنا مش في مرحله ان انا اخد اراء، انا في مرحله التنفيذ، وانا خلاص في مرحله حرجه في المشروع، مش هقبل اي تشينجز وهعمل 1 2 3 4 وهكذا. والمالتي كريتيريا ديسيجن اناليسيس دي اتكلمنا عليها قبل كده، وميتنج. تمام؟ طيب من ضمن الحاجات اللي هي عندنا هنا كانت موجوده في التولز تشينج كنترول تولز، فالتشينج كنترول تولز انت بتتكلم عن اكتر من حاجه.
اول حاجه in order to facilitate configuration and change management manual or automated tools may be used. بتبتدي تستخدم tools عشان تقدر تمانج او تقدر تكنترول التشينج. Configuration tools is focused on the specification of both the deliverable and the processes. تمام؟ الـ configuration بتفوكس عليها يا جماعه مواصفات الـ deliverable والـ processes اللي عندي. طيب والـ change control is focused on identifying, documenting and approving or rejecting changes. خلي بالك في حتة الـ changes دي مش كل طلبات التغيير هتبقى طلبات بتعملها بإرادة يعني منفردة أو إرادة مستقلة وبتيجي تقول انا عايز اغير كذا. لا، في احيانا التشينجز بتبقى حصلت بالفعل بدون اراده او كنترول منك، وانت شغلتك انك تتعرف على التشينج ده وتبتدي تمانج الاثار بتاعته. اوكي، وبالتالي انت هنا identifying, documenting and approving or rejecting changes to the project documents, deliverables or baseline. Tool selection should be based on the needs of the project stakeholders including organizational and environmental consideration and constraints. في الـ change control tools انت بيبقى عندك في الـ change control tools عندنا حاجتين: configuration management activities و change management activities. في الـ configuration management activities بيبقى عندنا main 3 activities: identify configuration item اللي احنا عملناه من شويه، ان احنا عرفنا بس ان احنا عندنا room space ده configurable item، ان احنا عرفنا ان الـ AC configurable item وهكذا. تاني حاجة record and report configuration item status، تبتدي تحدد الستاتس بتاعته هو maintained ولا مش maintained. تمام. تالت حاجة perform configuration item verification and audit، بعد كده تبتدي تتأكد، يعني انت مثلا دلوقتي عايز تتأكد انت شغال على البيز لاين الصح ولا لا، فرجعت لل configuration management system وشفت الحاجة اللي بتمنتين السكوب بيز لاين، فور اكزامبل مثلا ان دايما بيبقى الفيرجن بتاعه مكتوب بالشكل الفلاني، دايما اخر فيرجن موجود في المكان الفلاني، دايما اخر فيرجن ابروفد وسايند من فلان الفلاني. فانا دلوقتي confused لان انا قدامي اكتر من سكوب بيز لاين، مكتوب قدامي اكتر من دوكيمنت ان هي سكوب بيز لاين، وانا مش عارف which one should I use. اوكي، فانت بترجع للكونفيجريشن مانجمنت سيستم عشان يقول لك انت المفروض تستخدم انهي واحده اللي فيها ايه، اللي المواصفات بتاعتها ايه. تمام. كمان في الـ change management activities احنا عندنا identify changes، عندنا document changes. يعني اول حاجه تتعرف على او تحدد التغيير، بعدين تكتبه، بعدين تقرر انت هتعمل ايه في التغيير اللي هي decide on a change، وبعدين تتراك الـ change، تبتدي تتابعه وتشوف هو الـ change ده فعلا registered و assessed و approved ولا لا. فخلاصة الموضوع لما بنيجي نتكلم انت كمدير مشروع في الـ، لما بنيجي عند الحتة بتاعت perform integrated change control، قبل ما تبتدي تطلب من المانجمنت ان هم يابروفوا على حاجه ممكن تكون انت مش من صلاحياتك، الاول do you know if there is another alternative، هل في اصلا الترنتيف تاني؟ يعني انت دلوقتي بتعمل change request وبتقول انا عايز اغير الحاجه الفلانيه، هل الحاجه دي ليها طريقه تانيه تتنفذ بيها غير ده؟ تمام، دي اول سؤال. did you evaluate investigate the effect impact of each of the options، انت عرفت تاثير اللي انت بتطلب تغييره ده ايه؟ تأثيره على الكوست، تأثيره على التايم وهكذا. What is the best option؟ بعد ما بقى عندك أكتر من alternative، إيه أفضل الخيارات إنك تعمل؟ يعني for example حضرتك النهاردة اكتشفت إن في مشكلة في الماتيريال اللي جاية لك، ففي change request هيتعمل عشان تchange الماتيريال. فلما جيت هتتشينج الماتيريال انت محتاج تشوف هي ايه الخيارات المتاحه قدامك عشان تتشينج الماتيريال، فلقيت ان في خيار A وخيار B. خيار A دوت بقى في التايم والكوست وضعه ايه، وخيار B في التايم والكوست وضعه ايه، وايه الريسك بتاعه، وبناء على الدراسه دي كلها which is the best option. ثالث حاجه، اخر حاجه، do you have the authority to change or do you have to go to the CCP؟ هل انت عندك صلاحيه التشينج ولا محتاج تروح للCCP؟ اخر بروسس عندي دي نخليها بعد الايه، بعد البريك، عشان دلوقتي وجب وقت البريك. مهندس احمد موجود معنا. اخر بروسس في الكورس كله واخر بروسس في اداره المشروعات واخر بروسس بتتنفذ في المشروع نفسه اللي هي كلوز بروجكت اور فيز. كلوز بروجكت اور فيز، انتوا سامعيني شايفيني؟ سامعيني وشايفيني؟ طيب طمنوني والسكرين متشيره تمام معاكم. كلوز بروجكت اور فيز،
طيب تمام زي الفل. Let's continue. فاحنا داخلين على اخر بروسس في يعني اخر الخط، احنا خلاص دلوقتي داخلين على اخر الخط، الناس تستعد تحزم حقائبها عشان خلاص وصلنا لاخر الخط. ففي closed project or phase is a process of finalizing all activities for the project, phase or contract. تمام؟ Let's continue. احنا دلوقتي هنتكلم على closed project or phase بالنسبة للproject، وزي ما قلنا دي آخر محطة في الخط بتاعنا خالص، آخر process عندنا. فدي process of finalizing all activities of the project, phase or contract. تمام؟ احنا بنفنش، بنقفل، يعني بنوصل لاخر الخط خلاص. طيب انت المفروض لما تكون وصلت للبروسس دي او لما تبقى بصدد انك جاي تنفذ البروسس دي، بيبقى فعليا المفروض المشروع انتهى، او بيبقى فعليا المفروض الدليفرابل خلصت، المفروض تكون عملت كل الدليفرابلز وتمام والدنيا زي الفل. هل طيب امال يعني لما يكون المشروع شبه خلصان، امال انا هعمل ايه؟ ازاي هكلوز او ازاي هقفل؟ هنشوف ازاي دلوقتي هنقفل المشروع ونضمن ان هو انتهى وبقى completed بشكل كويس. The key benefits of this process are the project or phase information is archived. اول حاجة ان احنا الانفورميشن بتاعت البروجكت نعملها archiving، نأرشفها. The planned work is completed، ان الشغل اللي كان متخطط اتنفذ. والorganizational team resources are released، بقت بدأت أحرر أو هي أحرر يعني أحرر أو أسيب أو أتخلى عن الريسورسز اللي كانت موجودة معايا، سواء كانت human resources أو physical resources. والبروسس دي performed once or predefined points in the project. طيب performed once وفهمنها، قول إيه بقى at predefined points in the project. والله قد يكون عندك في البروجكت اكتر من فيز، فانت مع كل فيز هتنفذ كلوز، فدي at predefined points in the project. When closing the project manager reviewed the project management plan. تيجي بقى تقفل المشروع، مدير المشروع يقعد يبص على البروجكت مانجمنت بلان to ensure that all project work is completed and that the project has met its objective. عشان يطمن ان كل الشغل اللي المفروض يتعمل في المشروع ده خلص وان المشروع حقق الاهداف بتاعته. The project manager reviews the scope design to ensure completion before considering the project close. بيبتدي يراجع السكوب ديزاين اللي هو يعتبر السكوب المعتمد بتاعنا اللي هو فيه كل الاعمال، عشان يطمن الحاجه الفلانيه اتعملت الحاجه الفلانيه اتعملت كذا اتعمل كذا اتعمل يبقى احنا خلاص بنراجع السكوب ديزاين عشان نطمن ان كل الشغل ايه اتعمل. The project manager establishes the procedure to investigate and document the reasons for actions taken if a project is terminated before completion. خليك فاكر ان احنا لما بنيجي نقول عايزين نقول المشروع انتهى، بمعنى اكتمل، بنقول close، بنclose البروجكت. بس لو المشروع خلص قبل ميعاده بنقول terminate، بنقول تم عمل termination. termination هنا بمعنى قطع او انهاء على شكل غير مخطط. لما بتيجي تمشي موظف قبل ميعاده مثلا، لو انت مثلا مش قبل ميعاده يعني بتيجي تمشي موظف بشكل عمل حاجه او يعني استدعى قرار فصل، فبتقول انا بترمينيت الموظف ده. تمام؟ فترمينيشن which means ان هو closed before completion، او ان هو المشروع مش هيكمل. فحضرتك المفروض تبقى حاطط بروسيجر to investigate and document the reasons for actions taken. يعني لما يجي المشروع to be terminated قبل ميعاده هنعمل ايه؟ تمام؟ In order to successfully achieve this, project manager محتاج ان هو engage كل ال proper stakeholders في ال process دي. يعني عشان تضمن انك عملت closing ناجح في المشروع، محتاج تدخل معاك كل ال proper stakeholders اللي ممكن يكونوا related بالموضوع ده. تمام؟ طيب هنتعرف دلوقتي على مجموعه من الاكتيفيتيز بنسميها عشان نعمل administrative closure او اغلاق او انهاء او تقفيل اداري للمشروع. ازاي تقفل المشروع اداريا؟ ازاي تغلق او تنهي المشروع اداريا؟ طبعا ده ملوش دعوه بالترمينيشن بيفور كومبليشن، احنا بنتكلم على النورمال ستيت. اوكي؟ طيب في
activities واكشنز ضروريه عشان ايه؟ عشان ساتسفاي الكومبليشن اور اكزيت كريتيريا، عشان ساتسفاي كومبليشن بتاع المشروع، ان المشروع اكتمل، عشان نطمن المشروع اكتمل. Making certain that all documents and deliverables are up to date and that all issues are resolved. تمام؟ كل الايشوز، مفيش ولا ايشوز لسه open، لا كل الايشوز resolved، وان كل الدوكيمنتس والdeliverables up to date، يعني updated باخر information اتعملت، updated باخر progress اتعمل. Confirming the delivery and the formal acceptance of deliverables by the customer. اطمن وتاكد ان الدليفري او الدليفربلز وصلت فعلا للكاستمر عن طريق فورمال اكسبتنس. انشور ذات اول كوستس ار تشارجد تو ذا بروجكت، اطمن ان كل التكاليف تم يعني صرفها، او المشروع حصل على كل التكاليف اللي كنا متفقين عليها. طيب ايه تاني؟ Closing project accounts، لو في اي accounts اتفتحت للمشروع ده في اي حاجة من الحاجات نقفلها. Reassigning personnel، لو التيم اللي اشتغل معاك ابتدي يا اما توديه، لو عندك BMO ابتدي تعلم البيو ان خلاص مش عايز الناس دي، فيبتدي البي ام او يعمل لهم reassigning للبروجكتس تانية، او لو في حاجة already هم انت كنت واخدها منهم ترجعهم للمكان بتاعهم، تعمل لهم reassigning للمكان اللي جبتهم منه. Dealing with excess project material، لو انت عندك اي material اتبقت او فاضت بعد الشغل بتاعك، رمل، زلط، دهانات، اخشاب، ازاز، حديد، اي نوع من انواع excess material، تبتدي تتعامل معها وتشوف هل الحاجات دي تم شراءها بالفعل وملهاش اي تصرف غير ان هي يتم بيعها، ولا انا كنت واخدها من المخازن وهرجعها المخازن، ولا هعمل ايه بالظبط. Reallocating project facilities, equipment and other resources، لو في بقى اي فاسيلتيز او اكويبمنت حضرتك كنت واخدها تعمل لها ريالوكيشن، يعني تبتدي توديها لمواقع تانية، او برضو تروح للبي ام او او البروجرام اللي كنت شغال فيه وتقول لهم انا بريليز الفاسيلتيز دي. الفاسيلتيز دي ممكن تبقى البوث او الكارفان اللي حضرتك بتقعد فيه، ممكن تبقى ماشين، ممكن تبقى اي حاجه يعني. Elaborating the final project reports as required by organizational policies، elaborating يعني تحسين الفاينل ريبورت اللي احنا المفروض بنكتبه في نهاية البروجكت، ان احنا بنعمل تقرير نهائي اللي هو التقرير الختامي بتاع المشروع. تمام. طيب عندنا كمان حاجات بنعملها عشان او related to the completion of contractual agreement، الحتة اللي هي ممكن تكون مرتبطة مش بان الشغل تنفذ قد ما بترتبطة بان العقد ده كان ليه متطلبات وبقفل العقد نفسه كعقد. انا كنت عامل عقد مع سبلاير، او انا معمول معايا عقد اصلا من الجهه اللي طالبه المشروع، فبعمل ايه؟ بكونفيرم الفورمال اكسبتنس اوف ذا سيلرز ورك، ان انا دلوقتي السيلرز او المقاول اللي كان جاي يورد لي الشغل او جاي ينفذ لي الشغل، بتاكد ان في فورمال اكسبتنس اخذها مني. فاينلايزنج اوبن كليمز، لو في اي مطالبات او اي منازعات حصلة بفاينلايز الحاجات المفتوحه. ابديتنج ريكوردز تو ريفلكت فاينل ريزلتس، updating records to reflect a final results، ان انا ابتدي اعمل updating لكل الدوكيومنتس عندي بالريكوردز الجديده اللي ممكن تكون مش updated بيها عشان احط الفاينل results. archiving information for future use، نبتدي نقشر في المعلومات لاستخدام الايه المستقبل. ايه تاني محتاجين نعمل برضو؟ activities لايه؟ نكولكت project of phase records، ابتدي اخد الابديتس بتاعت كل حاجه. يا جماعه احنا اخدنا ايه، استخدمنا ايه، ودينا ايه، وصلنا لحد فين، عملنا كم يوم، طلعنا كم قطعه، بنينا كم دور، بجمع records بتاعتي كلها. audit project success or failure، ابتدي بقى تحقق من نجاح وفشل المشروع عن طريق انك ترجع للسكسس كريتيريا اللي كنت حاططها في الاول وتشوفها اتحققت ولا ما اتحققتش. تمانج النولج شيرنج اند ترانسفير، بتمانج النولج بعد كده اللي انت كونتها من المشروع دي، وتبتدي تمانج الترانسفير بتاعها سواء عن طريق الليسنز ليرند زي ما احنا شايفين في اللي جاي، ولا هتعمل ايه بالظبط او تضيفها للداتا بيز. ايدنتيفاي ليسنز ليرند، اركايف بروجكت انفورميشن فور فيتشر يوز باي ذا اورجانيزيشن اند سو. وايه كمان؟ وactions and activities necessary to transfer the project's product, service or result to the next phase of production and or operation. حضرتك النهارده بتبتدي تشوف ايه الاكشن المطلوبه عشان مش بس اخد final acceptance على البروجكت ان انا خلصته، لا انا كمان محتاج ان انا اشوف هو
طب يا جماعه احنا ما بنسالش اسئله اثناء الشرح، معلش انا اسف مش هقدر اجاوب، بس يا ريت ما حدش يعمل لي انتربشن بسؤال اثناء الشرح لحد ما في الاخر خالص نجاوب على الاسئله دي. طيب احنا بنعمل الاكشنز المتعلقه بعمليه الهاند اوفر. انا دلوقتي خلصت بقى اكسبتد، بس انا مثلا انا الشغل اللي هعمله ده، او انا المول، انا عملت مول وال يعني البروجكت بتاعي كان بناء مول تجاري، وانا محتاج اسلمه للاوبريشن بتاع المول. فبعيد عن ان انا خلصت الشغل والاستشاري مضالي ان انا خلصت شغلي، فانا بعمل عمليه هاند اوفر مع الاوبريشنز، تمام؟ او ان ده يكون فيز في البروجكت وانا هسلمه للفيز اللي بعده، فتيجي بعد كده الناس بتوع الفيز اللي جاي في البروجكت يستلموا مني اللي هم اللي انا عملته. Collecting any suggestions for improving or updating the policies and the procedure for the organization and sending them to the appropriate organizational unit. كده يجمع الاقتراحات للتحسين، والله المفروض بعد كده نعمل كذا. طبعا برضو الحاجات دي بتبقى related شوية باللسنز ليرند، ولكن لو في اي اقتراحات بعيد عن لسنز ليرند، حد عايز يقترح ان احنا بعد كده نعمل مش عارف حاجة معينة عشان نحسن البوليسي او نابديت البوليسي، او ان كانت البوليسي دي عائق لينا لما جينا اشتغلنا فاحنا عايزين نغيرها وهكذا. Measuring stakeholder satisfaction، كمان نشوف الرضا او نطمن على الرضا بتاع الستيكهولدرز بتاعنا. البروسيس هي زي ما احنا شايفينها. Project documents updates، lessons learned register، بنابديت في lessons learned. Final product service or result transition، اللي هو تسليم او هاند اوفر بتاع الفاينل برودكت او سيرفيس اللي عندنا، ونعمل الفاينل ريبورت اللي هو التقرير الختامي بتاع المشروع، ونعمل ابديت في الاو بي اي. الانبوتس عندي كانت البروجكت تشارتر، بروجكت مانجمنت بلان، اول كومبوننتس، بروجكت دوكيومنتس، اكسبتد ديليفرابلز. فاكرين اكسبتد ديليفرابلز دي بتيجي منين؟ يعني بومبونايا اللي يقول لي اكسبتد ديليفرابلز دي تيجي منين؟ انا مستني الرد على الشات. مفيش حد عايز بونبوناه؟ جهز البونبوناه يا باشمهندس احمد، قول اسم البروسيس يا باشمهندس محمد، قول اسم البروسيس. قول لي اسم البروسيس، قول لي اسم البروسيس، حد يقول لي اسم البروسيس اللي انا باخد منها الكومبوننت دي اللي اسمها اكسبتد ديليفرابلز. الله ينور عليك باشمهندس ربيع وباشمهندس محمد فايد، فاليديت سكوب مظبوط. مهندس محمد فايز سوري، الله ينور عليكم. مهندس محمد فايز، مهندس محمد عبد الرازق، مهندس ربيع، هي فاليديت سكوب. لما بفاليديت سكوب يبقى فاليديتد، باخد بطلع باكسبتد ديليفرابلز، اخده واروح على كلوز اطلع بيه الفاينل برودكت سيرفيس اور ريزلت ترانزيشن. طب مين يقول لي دي اللي انا باخدها كاوتبوت من فاليديت سكوب الانبوت بتاعها بيبقى ايه؟ يعني انا بدخل ايه للفاليديت سكوب فياخد في الاخر اكسبتد ديليفرابل. انا بدخل ايه لفاليديت سكوب يطلع لي اكسبتد ديليفرابلز؟ نو، مش ديليفرابل، ومش شارتر. لا مش شارتر. ايه الانبوت اللي انا ادخلها لفاليديت سكوب يطلع لي اكسبتد ديليفرابل؟ ايه الانبوت اللي دخلت؟ نو انا هنا مش بطلب اسم بروسيس، انا بطلب اسم انبوت. مش سكوب بيز لاين ومش سكوب ستيتمنت. الله ينور عليك مهندس محمد العتريس، فيريفايد ديليفرابلز. مهندس ايمن الششتاوي، فيريفايد ديليفرابلز مظبوط. الله ينور عليك. وفي بونبونايه هنا للمهندسين يا باشمهندس احمد. طيب سؤال تاني، الفيريفايد ديليفرابلز دي جايبينها منين؟ لا مش ابروف، دي هي فيريفايد ديليفرابلز. الفيريفايد ديليفرابلز دي جايبينها منين؟ ها مين يقول لي اسم البروسيس اللي احنا جبنا منها فيريفايد ديليفرابلز؟ نو مش كنترول سكوب.
يس كنترول كواليتي، شكرا مهندس محمد عبد الرازق. كنترول كواليتي بندخل لها ايه بقى؟ تطلع لنا فيريفايد ديليفرابلز. كنترول كواليتي هي اللي باخد منها فيريفايد ديليفرابلز. انا اصلا دخلت لها ايه عشان تطلع لي فيريفايد ديليفرابلز؟ الانبوت كان ايه فطلع فيريفايد ديليفرابلز؟ نو انسبكشن دي تول مش انبوت. انسبكشن تول مش انبوت. بروجكت تشارتر لا. انا دخلت ايه ليه كنترول كواليتي عشان يطلع لي فيريفايد ديليفرابلز. مهندس محمد عبد الرازق ممتاز. deliverables انا بدخل deliverables ليه verified ليه control quality تطلع لي verified deliverables. طيب ال deliverables دي انا جايبها منين اصلا؟ ال deliverable انا جايبها منين؟ يعني ال deliverable دي جايه لي من انهي process؟ نو مش سكوب ولا كلوز. اذا كانت هي input في ازاي في كلوز؟ مش في كلوز طبعا يا هندسه. انت كنت ماشي كويس مهندس محمد عبد الرازق. نوت ديفاين سكوب، نوت ديفاين سكوب. دكتور ابراهيم شويه يقول لي بلاننج، بلاننج مفيش بروسس اسمها بلاننج يا باشمهندس. ومش كواليتي مانجمنت، مفيش حاجه برضه اسمها كواليتي مانجمنت، اسمها مانج كواليتي، مفيش بروسس اسمها كواليتي مانجمنت. يس مهندس محمد فايز، دايركت اند مانج بروجكت ورك، دي البروسس اللي بتطلع لي الديليفرابلز، دي البروسس اللي بتطلع لي الديليفرابل. يبقى الستوري اهي قدامنا لطيفه جدا يا جماعه. نبتدي ناخد الموضوع من الاول للاخر بقى، احنا خدناه من الاخر للاول. بدخل دلوقتي في دايركت اند مانج بروجكت ورك، انفذ الشغل يطلع لي ايه؟ يطلع لي الديليفرابل، اقوم واخد الديليفرابل ورايح بيها على كنترول كواليتي تطلع لي فيريفايد ديليفرابلز. واخد الفيريفايد ديليفرابل ورايح بيها على فاليديت سكوب تطلع لي اكسبتد ديليفرابلز. واقوم واخد الاكسبتد ديليفرابلز ورايح بيها على كلوز بروجكت اور فيز عشان يطلع لي في النهايه فاينل برودكت سيرفيس اور ريزلت. تمام؟ شفتوا الستوري؟ شفتوا ان في لوجيك في الموضوع؟ فاكرين لما كنت بقول لكم في الاول ان في لوجيك في الموضوع؟ حاولوا تفهموا اللوجيك وتربطوا الدنيا ببعضها، هتحسوا بجمال الموضوع وهتحسوا ان انتوا مش محتاجين تحفظوا بنسبه كبيره البروسيسز والانبوتس بتاعتها والاوتبوتس والتولز والتكنيكس. تاني اهو بروح في دايركت اند مانج بروجكت ورك اللي هي اول بروسيس قابلتنا عشان ننفذ الشغل. النتيجه بتاعتها ايه؟ ان هي بتطلع لي ديليفرابلز. الديليفرابلز دي اخدها واروح بيها على كنترول كواليتي، والكنترول كواليتي تبتدي تقول هي دي فعلا زي ما احنا عايزينها ولا لا. لو متطابقه بتبقى اسمها فيريفايد ديليفرابلز. باخد الفيريفايد ديليفرابلز واروح بيها على فاليديت سكوب. الفاليديت سكوب يبتدي يراجع ويشوف حسب الكرايتيريا بتاعه الابروفل، وده الفرق ما بين الفيريفايد ديليفرابل والاكسبتد ديليفرابل عشان برضو ما نتلخبطش. مين يقول لي الفرق ما بين الفيريفايد ديليفرابل والاكسبتد ديليفرابل؟ ايه الفرق ما بين الفيريفايد ديليفرابل والاكسبتد ديليفرابل؟ يس اكسبتد از افورمالي اكسبتد، يعني في حاجه ريتن، في ريتن، في ريتن دوكيمنت فورمالي موجوده. في حاله الفيريفايد التيم بتاع الكواليتي بتاع البروجكت هو اللي عمل فيريفيكيشن للريبل وقال ان هي مطابقه. بقت المرحله بتاعت ان احنا نروح نعتمد او ناخد موافقه رسميه على الديليفرابلز دي من الشخص اللي متحدد انه المفروض يوافق، سواء كان استشاري او غيره. تمام؟ فناخد الابروفل على الفيريفايد ديليفرابلز تبقى اكسبتد ديليفرابلز. نقوم مجمعين كل الاكسبتد ديليفرابلز دول مع بعضها ونروح على كلوز عشان نعمل فاينل برودكت سيرفيس اور ريزلت ترانزيشن. اصبحت واضحه يا جماعه؟ اصبحت واضحه؟ انا قلت لكم ان في لوجيك، مش بقول ان في 100% لوجيك في كل حاجه، بس قلت لك ان في لوجيك في الموضوع. هل اللوجيك ده اصبح واضح وبقينا عارفين الدنيا رايحه فين وجايه منين؟ يس
مش شرط كاستمر يا باشمهندس ربيع، انا لما باجي اقول هنا اكسبتد مش شرط انه يكون كاستمر. انا في النهايه لما انا سوري انا في البدايه لما جيت عملت البروجكت حددت ابروفال كرايتيريا لكل ديليفربل، ابروفال كرايتيريا لكل ديليفربل within this criteria نتحدد who should approve or who should sign off this deliverable. على سبيل المثال ممكن يبقى عندك deliverable بيتوافق عليها عن طريق الاستشاري وديليفربل تاني يتوافق عليها عن طريق الحماية المدنية. تمام، الحماية المدنية على سبيل المثال طلبت منك انك تعمل ترمبة مية في المكان ده، طيب يبقى الاول هتقوم عامل ايه؟ هتقوم ببساطة واخد ابروفال عليها من سوري هتقوم عامل لها فيريفيكيشن في الكنترول كواليتي، وبعدين تاخد عليها ابروفال من الستيك هولدر اللي المفروض يابروف عليها. يس هو از اوثرايز، الاوثرايز انه يساين اوف الدليفربل دي. واضحه يا جماعه كده؟ طيب خلينا نكمل بقى. فانا عندي هنا اكسبتد دليفربلز وعندي بزنس دوكيومنتس، بزنس دوكيومنتس دي اللي كان فيها بزنس كيس وبنفيتس مانجمنت بلان، وعندي هنا اجريمنتس وعندي بروكيورمنت دوكيومنتيشن كانبوت، تمام، واو بي اي. ايه التولز اللي عندي؟ كل التولز دي مش جديده بعد الريجريشن اناليسيس، وده هنقوله دلوقتي. الريجريشن اناليسيس قال لك تكنيك انالايزز ذا انتر ريليشن شيبس بتوين ديفرنت بروجكت فاريبلز ذات كونتريبيوتد تو ذا بروجكت اوتكمز تو امبروف بيرفورمانس اون ذا فيوتشر بروجكت. بدرس العلاقه بين او بحلل العلاقه ما بين different project variables، اي variable جوه المشروع، وازاي قدر يساهم في البروجكت اوتكم، وازاي عن طريق الكلام ده بنبروف البرفورمانس في المشروعات القادمه. تمام، طيب الفاينل برودكت سيرفيس اور ريزلت ترانزيشن، قال لك برودكت سيرفيس اور ريزلت وانس ديليفر باي ذا بروجكت مي بي ان هاندد اوفر تو ديفرنت جروب اور اورجانيزيشن ذات ويل اوبريت مينتين اند سبورت ات ثرو اتس لايف سايكل. This output refers to this transition of the final product, service, or result that the project was authorized to produce, or in the case of phase closure, the intermediate product, service, or result of the phase from one team to another. اللي هي الحتة اللي اتكلمنا عليها فكرة الهاند اوفر او الترانزيشن. الفاينل ريبورت، فاينل ريبورت ده اللي هو التقرير النهائي، provides a summary of a project performance. It can include information such as if a few information زي ايه يا جماعه؟ summary level description of the project or phase. summary level يعني بتبتدي تدسكرايب المشروع وايه اللي حصل فيه بس بشكل summarized. scope objectives the criteria used to evaluate the scope and the evidence that the completion criteria were met. quality objectives اللي كنت حاططها، الكوست اوبجكتيفز اللي كنت حاططها، summary of the validation information for the final product service، وان البرودكت بتاعنا دوت validated عن طريق فلان وفلان وفلان، وانه الناس ديت accepted وانه هو بقى validated والكلام ده كله، ونبقى كده خلصنا ال process والintegration والكلام ده كله. وبحب في اخر دايما كل كورس ادي ان انا اوجه الشكر للشخص استاذي اللي علمني ادارة المشروعات مستر محمد سليم، اللي بسببه بقيت انا زي ما انتم شايفين كده في مجال ادارة المشروعات، واللي بنسبة كبيرة أنا اعتمدت على السلايدز بتاعته اللي هو ما كانش بخيل معايا فيها، واعتمدت على السلايدز بتاعته وهي اتغيرت بنسبة كبيرة جدا، بس الراجل كان محترم جدا معايا، الراجل كان بيشرح لي كويس جدا، الراجل أنا رحت قابلته مخصوص عشان أستفهم عن بعض النقط اللي كانت مش واضحة بالنسبة لي قبل ما أدخل الامتحان بكم يوم. تمام، وتابعني بيوم الامتحان وكان مهتم جدا معايا، فانا بوجه له الشكر دايما لان انا بشوف ان اللي انا وصلت له ده هو جزء اساسي منه ولازم يتوجه له الشكر في اخر كل كورس. تمام، طيب عندنا جزء مهم بس دلوقتي قبل ما نبتدي. طيب بص، الصور اللي بتبعتها لي بيبقى صعب عليا ان انا ادولود، لان انا بدولود بخرج من السكرين شيرنج، فمعلش سامحني يعني، خلينا ممكن في الاخر لما نخلص السكرين شيرنج نتكلم فيها. في جزء مهم حابب ان انا اتكلم معاكم فيه، وهو الكود اوف ايثكس بتاع البي ام اي، لان ده بيجي عليه اسئله باي ذا واي. تمام، ده بيجي عليه اسئله باي ذا واي. خلاص خليني افتح بس كده الجزء ده.
الشاشة ظهر قدامكم دلوقتي. طيب تمام. بصوا يا جماعة، هنتكلم عن Code of Ethics and Professional Conduct، تمام، اللي بالعربي اسمها مجموعة القواعد الأخلاقية والسلوك المهني. الجزء ده من الأجزاء المهمة جدا في إدارة المشروعات اللي بيجي عليها أسئلة، أو بتبقى مستخبية جوه الأسئلة، بمعنى إن هو بيقوم حاطط لك حاجة كده جوه الموضوع متعلقة بالقواعد الأخلاقية والسلوك المهني، أو بما يسمى Code of Ethics and Professional Conduct. Code of Ethics and Professional Conduct. فهو عايزك تبقى دايما لما تيجي تتصرف، يعني هو ممكن يبقى بيسألك في حتة تانية ريليتد بالكوست، بس يقوم حاطط لك حاجة لازم انت لو فاهم كود اوف اثكس وبروفيشنال كوندكت تراعيها، تمام. انت لو متعلم الحته دي، يعني ممكن تبقى الاجابه الديفولت لو ما حدش يختلف عليها ايه مثلا، بس لو حطينا في الاعتبار الحته بتاعت كود اوف اثكس اند بروفيشنال كوندكت، نلاقي ان الاجابه اتغيرت خالص وبقت بي او اي حاجه تانية بناء على الجزئيه بتاعت الكود اوف اثكس اند بروفيشنال كوندكت. انا هديك الفريم وهديك الموضوع بيبقى ماشي ازاي والدنيا بتتحرك ازاي عشان انت تكمل، يعني انا برضو مش هديك 100% من الموضوع، بس انا هفتح لك الموضوع عشان تعرف تخش تقرا. فمبدئيا كده، مين الناس اللي المفروض ينطبق عليهم مجموعه القواعد الاخلاقيه بتاعتنا؟ اول حاجه جميع اعضاء معهد اداره المشاريع، يعني اي حد عنده ممبرشيب، حتى لو مش سيرتيفاي، حتى لو مش سيرتيفاي، ينطبق عليك الكلام ده. عضويتك في المعهد بتلزمك بانك تتصرف حسب الاخلاقيات بتاعتك. عضويتك في المعهد بتلزمك انك تتصرف حسب الايه؟ الاخلاقيات بتاعتك. تاني حاجه، او بيشمل ده مين؟ الافراد غير الاعضاء في معهد بي ام اي، ولكنهم يحققون واحدا او اكثر، سوري، يعني احنا جميع الاعضاء او مش اعضاء ولكن يتوفر فيهم واحد من الحاجات دي غير الاعضاء الحاصلين على مسابقه معهد بي ام اي. ايه المسابقه دي يا جماعه؟ اللي هو السيرتيفيكيشن بتاع بي ام بي او اي سيرتيفيكت تاني. يعني الكلام اللي احنا بنقوله النهارده ده مش خاص بالبي ام بي، ده خاص باي سيرتيفيكيشن من البي ام اي. يعني حضرتك لو رحت تمتحن ار ام بي، تمام، اللي هي الريسك مانجمنت، تمام، بروفيشنال، هتلاقي ان نفس الحاجات دي متطبقه معاك. رحت تمتحن اللي هي البراكتس او الشهاده اللي هي اقل من البي ام بي دي، تمام، برضو هتلاقي الكلام ده منطبق عليك. فغير الاعضاء الحاصلين على مصادقه معهد بي ام اي، اي حد حاصل على سيرتيفيكيشن وما عندوش عضويه برضو بينطبق عليه الكلام ده. غير الاعضاء الطالبين مباشره عمليه المصادقه من معهد بي ام اي، يعني حضرتك لو مش معاك السيرتيفيكيشن بس مقدم على الشهاده، يعني مقدم على عمليه السيرتيفيكيشن ناوي تدخل الامتحان، او مقدم على انك يعني ما حجزتش امتحان بس لسه مقدم على السيرتيفيكيشن، فبرضه يشملك الكلام ده. غير الاعضاء الذين يعملون لدى معهد بي ام اي بصفه تطوعيه، يعني انت بقى لو ما انتش واحد من دول ولا دول ولا دول بس بتشتغل مع بي ام اي باي شكل حتى لو تطوعي، فبرضه الكلام ده ينطبق عليك. طيب احنا هتقول لي طب هو فايده ايه الانطباق؟ هتعرف دلوقتي ليه فايده، لان الفايده دي، سوري، التحديد اللي احنا حددناه ده بيقول بعد كده هيتم التعامل معاك ازاي. يعني انت ممكن حضرتك تبقى معاك بي ام بي وما انتش ممبر، بس عملت حاجه مخالفه للكلام ده، والحاجه دي ينفع اثباتها، انا ينفع اروح ابعت للبي ام اي اقول لهم فلان الفلاني اللي هو السيرتيفيكيشن بتاعه رقم كذا، او حتى من غير ما ابقى عارف السيرتيفيكيشن بتاعك رقم كام، بس انت وقعت في حاجه مخالفه للقواعد اللي هنتكلم عليها دي، ممكن يتلغي السيرتيفيكيشن بتاعك، تمام. فنفهم الحته دي كويس عشان الموضوع دوت يعني ايه مؤثر، اهو زي ما احنا شايفين بيؤثر علينا او بيفرق معانا. فحضرتك ممبر، حضرتك مش ممبر بس معاك سيرتيفيكت، حضرتك مش معاك سيرتيفيكت بس مقدم عليه، حضرتك معاك سيرتيفيكت خالص بس بتبارتيسيبيت بشكل ما في المعهد بشكل تطوعي، انت يشملك الكلام ده وينطبق عليك الكلام ده ويحق البي ام اي محاسبتك عند الاخطاء. طب انا راجل
يعني طالب لسه للشهاده، انا ممكن اكنسل لك الكلام ده وتروح عليك الفلوس، انا ممبر بس، انا ممكن الغي لك العضويه. تمام؟ كل ده وارد ان هو يحصل. طيب الدنيا مثلا بتبقى ماشيه ازاي يا جماعه؟ من الاخر يعني لما حد بيبقى من يعني يروح يبلغ عنك، فانت وفي حاجه ينفع اثباتها انك عملت الحاجه الفلانيه، والله ممكن ده يحصل. في على ذلك يعني ريرلي ان في حاجه من دي بتحصل، بس برضو الاحتمال قائم. ولما نكون موجودين في شركه احنا 3 4 5 6 10 سيرتيفايد بي ام بي او ممبرز من البي ام اي، فاكيد احنا هنتاثر ببعضينا في حاجات زي كده. وممكن واحد يراجع تاني يقول له خلي بالك انت كده تتصرف بشكل غير اخلاقي حسب مدونه الاخلاقيات بتاعه المعهد. تمام؟ طيب ده كده احنا اتكلمنا عن الجزء بتاع مين يشملهم او مين ينطبق عليهم الموضوع ده. نيجي نتكلم بعد كده ايه هي القيم اللي المفروض بتستند عليها مجموعه الاخلاقيات. ايه هي القيم اللي بتستند عليها مجموعه الاخلاقيات؟ اول حاجه المسؤوليه، ثاني حاجه الاحترام، ثالث حاجه الانصاف، رابع حاجه الصدق. اول حاجه المسؤوليه، ثاني حاجه الاحترام، ثالث حاجه الانصاف، رابع حاجه الايه؟ الصدق. تمام؟ طيب هنتكلم عن حته مهمه الا وهي ايه بقى؟ السلوك الطموح، السلوك الطموح والسلوك الالزامي. السلوك الطموح ده اللي احنا بنامل ونتمنى ان حضرتك تعمله. السلوك الالزامي ده اللي انت ما ينفعش تقل عنه، او ما ينفعش لو عملتوش تتحاسب فعلا واقدر اوقع عليك اجراءات تاديبيه. عندنا سلوكين، سلوك طموح وسلوك الزامي. الكلام ده بينطبق على ايه؟ بينطبق على المسؤوليه، وبينطبق على الاحترام، وبينطبق على الانصاف، وبينطبق على الصدق. يعني في المسؤوليه هنلاقي فيه سلوك طموح وسلوك الزامي، في الاحترام هنلاقي سلوك طموح وسلوك الزامي، في الصدق وفي الانصاف نفس الكلام. طيب ما نيجي نتكلم اهو، ادي الايه؟ السلوك المعايير الطموحه، هو السلوك الذي نسعى الى دعمه بصفتنا ممارسين، وعلى الرغم من صعوبه التقيد بالمعايير الطموحه الا ان تصرفنا الشخصي بناء عليها هو ما ننتظره من انفسنا كمهنيين. فهي ليست اختياريه، ليست اختياريه هنا مش بيقصد ان هي اجباريه او الزاميه، بس يقصد ان احنا مش ده مش اختيار ان انت تسيب ده، لا احنا كلنا عايزين نروح للمعايير الطموحه، احنا كلنا عايزين نوصل للمعايير الطموحه. طب على الجانب الاخر في عندنا المعايير الالزاميه. طيب الك تحدد المتطلبات الصارمه، وفي بعض الحالات تحد من سلوك الممارس او تمنعه. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ان المعايير الالزاميه دي ممكن تخليك ما تعملش تصرف كنت هتمنعه لمجرد ان هو من ضمن المعايير الالزاميه بتاع حاجه معينه. تمام؟ فسوف يخضع الممارسون الذين لا يتصرفون بانفسهم وفق هذه المعايير الى الاجراءات الانضباطيه تجاه لجنه مراجعه الاخلاقيات لدى البي ام اي. يعني اللي يأثر او اللي يخالف المعايير الالزاميه يخضع الى الاجراءات الانضباطيه بتاعت لجنه مراجعه الاخلاقيات بتاعت البي ام اي. تمام؟ طيب اول حاجه نتكلم عن المسؤوليه. ايه هي المسؤوليه؟ لما نيجي نفكر كده يا جماعه، فكره ان انت بتيجي تقول لحد خلي عندك مسؤوليه، او خلي عندك احساس بالمسؤوليه، او خليك مسؤول. مسؤول انك تبقى مسؤول عن اللي بتقوله وعن اللي بتعمله، مسؤول عن تصرفاتك وتصرفات الناس اللي تحتيك. لما يجي يعرف قال لك هو واجبنا في استقلاليه القرارات التي نتخذها او لا نتخذها، والتصرفات التي نقوم بها او لا نقوم بها، والتبعات عن كل ذلك. يعني مبدئيا تعمل ايه وما تعملش ايه؟ تقول ايه وما تقولش ايه؟ ايه القرار اللي تاخده؟ ايه القرار اللي ما تاخدوش؟ بس في اطار ايه؟ يعني انت النهارده في بعض المديرين وفي بعض الناس ممكن تبقى بتتهرب من المسؤوليه، يبقى في قرار المفروض ياخده وياخده بشكل مستقل، لا ممكن ما ياخدش القرار او ينسحب او ما يعملش حاجه. تمام؟ وممكن يبقى في تصرف المفروض يعمله برضو، او تصرف تاني المفروض ما يعملوش من واقع مسؤوليته جوه المشروع. انت من واقع مسؤوليتك مش المفروض مثلا انك تعمل كذا، او مش المفروض او المفروض انك تعمل كذا. الاحترام، هو واجبنا في اظهار احترام عالي للذات وللاخرين وللمصادر الموضوعه بعودتنا. يعني تحترم نفسك، تحترم الاخر، تحترم اي ريسورسز موجوده تحت تصرفك، والتي قد تشمل اموال، اشخاص، سلامه وسمعه الاخرين، او البيئه او الطبيعه. يعني حضرتك محتاج ان دايما تصرفاتك تبقى بتراعي احترام البيئه واحترام الطبيعه.
بتراعي سلامه وسمعه الاخرين، بتراعي سلامه الاموال والاشخاص، تمام؟ طيب ان بيئه الاحترام تخلق الثقه والائتمان والاداء المتميز، وذلك بتعزيز التعاون المشترك. لما في احترام بيعزز فكره الثقه والائتمان والاداء المتميز، وهي البيئه التي تقيم وتشجع فيها التصورات ووجهات النظر المختلفه. دي بيئه اللي فيها احترام، دي بتسمح بان يبقى في تصورات ووجهات نظر مختلفه. الإنصاف هو واجبنا في اتخاذ القرارات والقيام بالتصرفات على نحو حيادي وموضوعي، ويجب أن يخلو سلوكنا من تزاحم المصالح الذاتية والإلحاف والمحسوبية. ما تيجي تاخد قرار، ما تاخدش القرار دوت عشان فلان الفلاني ده بيجيب لي إفطار الصبح. ما تيجي تاخد قرار، ما تاخدش القرار دوت بناء على إنه فلان دوت ابن خاله مش عارف بيشتغل فين، فهو ممكن يعمل لي المصلحة دي، فأنا لا أنا أخلي فلان وأمشي فلان. ما تاخدش القرار بناء حتى على مصلحه شخصيه، ان انت لما تيجي تحدد مثلا ميعاد حاجه او تيجي تنقل حد، فما تدورش على مصلحتك انت الشخصيه، تدور على انك تاخد القرار ده بانصاف وبحياديه، تمام؟ اخر حاجه خالص الصدق. الصدق ده انك تستوعب الحقيقه، تتصرف بصوره صادقه، تتواصل بصوره صادقه، تبقى سلوكياتك صادقه، تمام؟ يعني استيعاب الحقيقه وتصرف بصوره صادقه في كل من تواصلنا وسلوكياتنا. ممكن يبقى الكلام على فكره، انا البي ام اي منزل المفروض عربيك فيرجن وانجلش فيرجن من الكود اوف اثكس، فانا المصدر بتاع الكلام العربي ده هو من العربيك فيرجن بتاع الكود اوف اثكس اللي منزله البي ام اي. وممكن تبقى الكلام مش يعني عشان ترجمه طبعا ما بتبقاش عجبانة دايما بتاعه البي ام اي، فممكن ما يبقاش الكلام متصاغ بالشكل اللي احنا نحبه، بس انت في النهايه محتاج تقرا الانجليش فيرجن والعربيك فيرجن عشان تعرف الحاجات بتتسمى ازاي، وتفهم من الانجليش هو كان يقصد ايه بالعربي في الحته دي، تمام؟ وكمان في جزئيه هقولها لك، هوريك دلوقتي المعايير الطموحه والمعايير الالزاميه بتاعه واحده من دول اللي هي المسؤوليه. هنشوف المعايير الطموحه والمعايير الالزاميه بتاعه المسؤوليه، وبناء عليها حضرتك ممكن تيجي تشوف بقى بعد كده الاحترام والانصاف والصدق، تمام؟ أول حاجة المعايير الطموحة بالمسؤولية. بيقول لك إيه؟ نتخذ القرارات ونقوم بالتصرفات على أساس أفضل مصلحة للمجتمع والسلامة العامة والبيئة. تاني، باخد القرارات بتاعتي على أساس أفضل مصلحة للمجتمع والسلامة العامة والبيئة. يعني لما أعرف إن أنا مثلا لما أجي أعمل الحاجة دي، الحاجة دي هتخلي المشروع أفضل بس هتسيء للبيئة، أنت ما ينفعش تاخد القرار وأنت عارف إن هو مش ده الأفضل للبيئة. مفروض تراعي دايما البيئة، تراعي البيئة فيما يخص التلويث، فيما يخص الجور على الموارد، فيما يخص الموضوع بتاع طبعا الجلوبال وورمينج اللي احنا كنا يعني معظم الناس ما بتخدش بالها منه، اللي ترامب اصلا مش شاغل باله بيه خالص، تمام؟ الجلوبال وورمينج من الحاجات الخطيرة جدا بالمناسبة، واللي بتهدد استمرار الحياة على كوكب الارض، ويجب ان يتم مراعاتها في كل حاجه بتتعمل. يعني انت لو جاي بتعمل دلوقتي مصنع، فانت لازم تراعي مثلا في المصنع دوت في الديزاين بتاعه ان يبقى التخلص او معالجه الانبعاثات اللي طالعه منه بيتم معالجتها بشكل صديق للبيئه، تمام؟ فتاخد القرار اللي يراعي مصلحه البيئه مش اللي يقلل التكاليف عندك وخلاص ومش مهم البيئه، تمام؟ لا نقبل سوى المهام التي تنسجم مع خلفياتنا خبراتنا ومهاراتنا ومؤهلاتنا. لو انت النهارده ما تفهمش في مجال الستيل، ما تقبلش مشروع في مجال الستيل وانت ما تفهمش فيه، الا اذا صرحت بده واعلنت بده لصاحب القرار وهو اقر ووافق انك تقبل رغم عدم وجود خبره فيه. وبالتالي لا تقبلش اي مهمه لمجرد لا تمام ماشي، لا لازم يكون عندي الخبره والمهارات والخلفيات الكافيه. ننفذ الالتزامات التي تعهدنا بها، نعمل كما نقول اننا سنعمل به. اخر اللي تقوله تعمله، يعني اللي انت التزمت بيه قلت والله الحاجه الفلانيه دي انا هعمل فيها كذا كذا، يبقى تنفذ اللي انت قلته. مش بنتكلم على ان انت ما حصلش مثلا توريد في الموعد نتيجه مشاكل او ريسك حصل، ده حاجه غصب عنك وبتعملها تشينج ريكوست وخلاص، لكن ما ينفعش تبقى مخطط اصلا انك مش هتلتزم. يعني مثلا في بعض اصحاب الاعمال لما بيجوا يعينوا موظفين جداد، فبيقول له 3 شهور كده في الاول ونشوف دنيتك وبعدين نبقى ايه نعدل لك الراتب.
في ناس بقى بتبقى مخططه من الاول ان هي مش هتزود الراتب، بس هي بتعمل الكلام دوت عشان يجيب الموظف ده يشتغل، وبعدين تبتدي تاجل زياده الراتب شهر واثنين وثلاثه وسته، وهي مسبقا عارفه ده. فما ينفعش انك تقول على حاجه وما تنفذهاش. كمان في المعايير الطموحه بيقول لك عندما نرتكب اخطاء او هفوات فاننا نستقل ونجري فإننا نستقل ونجري التصحيحات فورا. لو أنا أو إحنا كمشروع وقعنا في خطأ نصححه فورا. وعندما نكتشف أخطاء أو وفيات حاصلة بسبب الغير نبلغ الجهات المختصة عنها مباشرة عند اكتشافها. لما يحصل أخطاء تكتشف الأخطاء عند الغير تبلغ الجهة المسؤولة أو الجهة اللي هتتأثر بالكلام ده. تمام؟ الجهة اللي هتتأثر بالخطأ ده. ده واجبك إنك تصحح أخطائك وتبلغ عن أخطاء الغير اللي ممكن تضر آخرين. ونتحمل المسؤولية تجاه أي مسائل ناتجة عن أخطائنا وفواتنا وأي تبعات ناجمة. حضرتك النهاردة لو أخذت قرار، القرار ده خسر الشركة 100,000 جنيه، تحمل مسؤولية الكلام ده، إن أنت تبقى في النهاية تصرفاتك متحمسة. تمام؟ من حتة كمان اللي مهمة أو متعلقة بالكلام ده، إن حضرتك لما تيجي تاخد قرار، أحيانًا في مديرين كتير جدًا لما وقت النجاح بينسبوا لنفسه ووقت الفشل ينسبوا للعاملين معاه، وبيتخلى عن مسؤوليته في ان هو اصلا المسؤول الاول عن التيم ده وعن فريق العمل. فحضرتك النهارده اخذت قرارات، القرارات دي ادت لنتائج، النتائج دي ما كانتش هي المطلوبه او كان فيها نوع من انواع الفشل، فحضرتك المفروض تتحمل مسؤوليتك ما تشيلهاش للي تحتيك. تمام؟ طيب، نقوم بحمايه المعلومات الخاصه او السريه الموضوعه بعهدتنا. يعني المعلومات اللي الناس حاطينها في عهدتنا لازم نتعامل معها بالسريه والخصوصيه المطلوبه، سواء كانت فلوس، ارصده بنوك، تمويل مشروع، تكلفه حاجه معينه، اي معلومه من اي نوع لازم نقوم بحمايتها والحفاظ على خصوصيتها وسريتها. نتبنى هذه المجموعه من القواعد الاخلاقيه ونعتبر الاخرين مسؤولين عنها. نتبنى هذه المجموعه من القواعد الاخلاقيه، يعني احنا نبقى نتعامل ان الحاجات دي جزء من سياستنا وقواعدنا، ونعتبر الاخرين مسؤولين عنها، يعني نتعامل مع الاخرين ان هم المفروض ينفذوا الكلام ده. تمام؟ خلي بالك كل اللي انا قلته ده كان ايه؟ المعايير الطموحه. تمام؟ تعالوا بقى نشوف المعايير الايه؟ الالزاميه. اول حاجه نطلع بانفسنا ونتبنى السياسات والقواعد والانظمه والقوانين التي تنظم عملنا وفعالياتنا المهنيه والتطوعيه. يعني نبقى مسؤولين ونتبنى دايما السياسات اللي تنظم العمل. ثاني حاجه نبلغ عن السلوك غير الاخلاقي او غير المشروع الى الاداره المختصه وعند الضروره الى كل من يتاثر بهذا السلوك. ثلاثه نلفت انتباه الجهات المختصه الى مخالفات مجموعه القواعد الاخلاقيه الحاليه من اجل حلها. اربعه لنسجل الحقائق المتعلقه بالاخلاقيات الا اذا كانت مثبته بالحقائق. يعني دي ممكن ما تكونش الحقائق المتعلقه بالاخلاقيات، يعني خلينا بس نتاكد منها. تمام؟ يعني ما نعملش، ما نرميش تهم غير دليل. ما نرميش تهم بغير دليل. نتطلع الى تطبيق انشطه تاديبيه ضد اي فرد يرد على الشخص اثار مشاكل اخلاقيه. طبعا هنا بس انا واخد برضو نفس النص، بس انا لو هقول لكم بالفهم اللي المفروض فهمته بالموضوع ده، ان احنا نطبق انشطه تاديبيه ضد اي فرد يظهر المشاكل الاخلاقيه، ضد اي فرد سوري يرد او يبقى في نوع من انواع المواجهه او يبقى ضد الشخص اللي بيظهر المشاكل الاخلاقيه. بمعنى اصح ان احنا نحمي الشخص اللي بيظهر لو في مشاكل اخلاقيه. يعني لو في حد مثلا، لو في بنت تعرضت لسكشوال هارسمنت، تمام، وعايزه تظهر الكلام ده او شافت او عرفت ان في سكشوال هارسمنت حصلت، وفي حد بقى تاني بيضغط عليها عشان ما تقولش، او حد بيضغط عليها عشان ما تهددش، فاحنا نطبق الانشطه التاديبيه على الشخص اللي بيحاول ان هو يواجه او يكون ضد اللي بيظهر المشاكل الاخلاقيه. تمام؟ ده كل اللي انا يعني انا جبت لكم الجزء بتاع المعايير الطموحه والمعايير الالزاميه فيما يخص الايه؟ فيما يخص المسؤوليه، ممكن تشوفوا الحاجات اللي زي دي بقى في الاحترام والانصاف والايه؟ والبتاع ده اسمه ايه ده الاخير الصدق. تمام؟ طيب احنا هناخد بريك تاني دلوقتي يا جماعه ونرجع ان شاء الله الساعه دلوقتي 10 إلى 3 دقائق، نرجع 10 وربع. تمام؟ وفي البريك اللي جاي بقى هنقول شويه حاجات كده متفرقه، وطبعا الاسئله بتاعتكم وكل حاجه. تمام؟ طيب
المهندس عادل بيسأل سؤال بيقول are verified deliverables before execution and accepted deliverables after execution or the both after. طبعا يا هندسة مش هيكون في deliverables قبل الاكسكيوشن اصلا، لازم execution يحصل عشان يبقى في deliverables، وده بيجي من البروسيس اللي اسمها direct and managed project work اللي هي process من ضمن البروسيس جروبس بتاعت الاكسكيوشن. فلازم يحصل اكسكيوشن يبقى في deliverables، اخدها واروح على control quality اعملها verify، واخد ال verify deliverables دي واروح بيها على validate scope عشان تبقى accepted deliverables، وبعدين اخد ال accepted deliverables واروح بيها على close project عشان اعمل ال final product transition. طيب نخش على السؤال اللي بعده، what is the lessons learned repository؟ طيب ده المخزن او المستودع اللي حضرتك بتجمع فيه كل الليسنز ليرند من كل البروجكتس اللي الشركه عملتها. فلما بتعمل ليسنز ليرند والمشروع بيخلص هيتشال فين الليسنز ليرند؟ بتروح لمستودع او مخزن او مخبأ الليسنز ليرند. تمام؟ بلاننج سكادول مهندس سامح احمد فهم. بلاننج سكادول السؤال. طب ناخد مهندس محمود محمد بدر بيقول في شائعة ان اخر نوفمبر واخر موعد لامتحان الاونلاين، هل الكلام ده صحيح؟ انت تقصد امتحان الاونلاين بتاع بي ام اريبيا ولا الانترناشونال؟ يعني انت بتتكلم على ايه؟ لو بتتكلم على بي ام اريبيا هتناقشه مع المهندس احمد سمير وهو هيحدد الموضوع ده. لو بتتكلم على الانترناشونال اكزام لا، هو اخره 31 ديسمبر وما ينفعش بعد ما يقولوا 31 ديسمبر يرجعوا يقدموه، لان في ناس بتبقى حاجزه في ديسمبر بالفعل، فما ينفعش يلغي الناس دي يعني. طيب انا كده رديت على سؤالك. المهندس محمد عادل بيقول رفض الملك استلام المشروع بعد الانتهاء على الرغم من ان all deliverables are verified and accepted officially. والله انت بتتكلم عن حاجه يعني مش كومن، مش كومن يعني حاجه ما تدارش بفكره اداره المشروعات قد ما بتدار قانونيا يعني انت خلاص خلصت شغلك وهو رفض الاستلام. طيب انت كنت كاتب في العقد اللي بينك وبينه لو اختلفتوا ايه اللي هيحصل؟ لو كده هتروحوا لمحكمين ولا هتروحوا للمحكمه ولا هتروحوا لايه؟ بس يعني هو لو الحته دي اصلا لو مخلص وكل حاجه كده بايه سبب الرفض؟ فده سؤال لازم يتم طرحه، ايه هو سبب الرفض ان هو مش عايز يستلم؟ يعني هو هل من وجهه نظره ان هو الحاجات مش مطابقه؟ فساعتها نحتكم للمواصفات والريكويرمنتس. لو الحاجات نفسها مطابقه وهو رافض الاستلام، طب يعني ايه السبب؟ ما لازم نعرف السبب يعني. مهندس سامح بيقول لي الاي اس والاي اف الاساس شايف ممكن يكون. طب وضح لي سؤالك يا باشمهندس سامح. طيب agile questions is there any summary on difference between it and traditional approach؟ بص الموضوع كله بيتلخص في الحته بتاعت ال requirements collection وال change وال customer involvement وال product owner اللي هو بيبقى بدل البروجكت مانجر في السكرام ماستر، او في الـ في في في, في الاجايل عامه، وفي السكرام ماستر في السكرام طريقه السكرام بيبقى هو السكرام ماستر. تمام دي الحته بتاعته، بس هو مش هيسالك في كل الحاجات دي، هو لو سالك هيسالك فيما يخص الموضوع بتاع يعني مثلا بيقول لك احنا شغالين اجايل وبعدين جه تشينج او مش عارف حصل ايه، فساعتها هنعمل ايه؟ احنا عارفين التشينجز في الاجايل بتحصل زي السلام عليكم، يعني عادي جدا ان انت تقوم عامل تشينج كل شويه مع كل ريليز يعني. فالمقسمه المميزه للتراديشنال ابروتش او الواتر فول ان انت بتعمل كولكتنج لكل الريكويرمنتس في الاول، وبعدين تعمل بلاننج، وبعدين تقعد تنفذ، وبعدين لما يجي اي تشينج تمانجه من خلال التشينج ومن خلال بيرفورم انتجريتد تشينج كنترول وتمشي بالطريقه. انما في الاجايل انت مش بتكولكت كل الريكويرمنتس في الاول، انت بتكولكت كل الريكويرمنتس مع كل ريليز. تمام؟ وبتسلم، مش بتسلم، انت
انت بتدخل معاك الكاستمر وبتسلمه فيرست ريليز، وبعدين تاخد شويه ريكويرمنتس ثانيه مع التعديلات اللي قال لك عليها وهكذا. طيب طيب المهندس سامح برضه بيقول لي الكتب ولا المحاضره، يعني مش عارف انا ليه، هو انا ممكن يكون عندي مشكله في الفهم، بس انا مش قادر اجمع الدنيا اللي انت بتقول لي عليها صراحه. السكادول بلاننج في كتب المحاضره اي اس واي اف مش قادر اجمع انت عايز تقول ايه. هل في كتب بالعربي للشرح؟ في اصلا نسخه عربي من البين بوك، في نسخه عربي من البين بوك يا جماعه، ممكن تدوروا عليها وتجيبوها. طيب الملف تاني اهو هداونلود، ربنا يسهل ان شاء الله ويبقى داونلود بدون مشكله. تمام، ماشي يا باشمهندس سامح، وصلت كده الفكره بتاعتك. انا ممكن حتى اشير، بصوا المهندس سامح طبعا كان قايل لي قبل كده على الموضوع بتاع ازاي ان احنا بنكالكوليت الديوريشنز بتاعه النتورك دياجرام والدنيا دي كلها. تمام، واحنا شغالين في البرزنتيشن وفي المحاضره كنا بنمشي بنظام ان احنا بنعتبر ان المشروع بيبدا في داي زيرو، ويعني لما يبقى عندنا تاسك الديوريشن بتاعها، يعني خلينا نشوف كده هنا انا هحاول اشيرها. ممكن تفتح لي الشيرنج يا باشمهندس احمد؟ شيرينج. طيب زي ما انتم شايفين كده احنا عندنا الرسمه دي اللي هو احنا شغالين بنقول ان والله المشروع بيستارت في دي زيرو وبعدين بيخلص في اليوم الثاني وبعدين يبدا في اليوم الثاني هنا التاسك اللي بعده. طبعا في هنا كونسبت مختلف في الكتاب، ان هنا الحاجه بتبدا في اليوم الاول وتخلص في اليوم الخامس على اساس ان هنا الديوريشن 5 دايز، وهنا بيجي ما ينفعش ان احنا نقول مثلا يبدا في اليوم الخامس يخلص في اليوم الخامس يبدا في اليوم الخامس، فبيبدا في اليوم السادس وبعدين يخلص ايه في العاشر. لو لاحظتوا هنا ان احنا دايما لو جينا بصينا على اللي احنا كنا ماشيين بيه في السلايدز، ان هنا مثلا دول 8 سوري دول الديوريشن هنا 12، فانت هتقول 14 ناقص 12 هنا 2، بتكتب هنا يعني بتحط في الاول هنا الاثنين وبتحط هنا 14، وبالتالي الفرق بينهم بيبقى الديوريشن العام. لكن في الحاله بتاعتنا هنا لما بتيجي تعمل بتطبق اللي مكتوب في الكتاب بتحتاج ان انت تراعي الموضوع ده. يعني تراعيه ازاي؟ انت عندك هنا الديوريشن بتاعت بي دي 5، انا ما اعرفش انتوا شايفين اللي انا بقوله وسامعين ولا لا، بس يعني لو سامعين او سوري لو شايفين اللي انا بقوله قولوا لي. يعني طب انا ليه الشات مش ظاهر عندي يا جماعه؟ انا مش شايف الشات بتاعكم. طيب خلينا نشوف كده وبعدين ايه نقول. طيب انا بس عايز اتاكد انتوا سامعيني ولا لا، يعني انا مش عارف ايه المشكله ممكن تكون في ايه، بس خلينا نشوف كده. ايوه الشات ظهر اهو، انتوا سامعيني؟ طيب تمام، قصدي شايفين. تمام اوكي، السيوم شيرنج. احنا فاتحين اهو يا جماعه الرسمه دي عاملها المهندس سامح. تمام، هو كان اتكلم معايا او سالني قبل كده على الفرق ده. ايه الفرق؟ ببساطه ان انت لو جيت بصيت الطريقه اللي احنا ماشيين بيها في عد الايام، ان احنا بنعتبر ان اليوم الاخير في التاسك اللي قبل التاسك السابقه هو اليوم اللي بنبدا بيه في التاسك اللي بعدها، وبناء على الكلام ده ماشيين كل التاسكس اللي عندي او كل الاكتيفيتيز اللي عندي.
يعني دي كده هنا في الزيرو، فانا ببدا في اليوم الصفر وبخلص في اليوم الايه السادس، وبعدين هنا ببدا في اليوم السادس وخلص في اليوم ال 13 وهكذا. انا ما بقولش الكلام ده على المستوى العملي او الواقعي، بس دي الطريقه اللي احنا بنحسب بيها، والطريقه دي يمكن مريحه شويه في الحساب. في طريقه تانيه موجوده في البينبوك، ان هو بيعتبر ان انت هنا بتستارت في اليوم الاول وبتخلص في اليوم الخامس. لو جيت تبص تطرح ده من ده هتلاقي ان 5 ناقص 1 4، مش هي الديوريشن اللي هنا دي. فمثلا في ايه كده، انا ما اعرفش انتوا شايفين ال، بس عايز اشوف ال، انا معايا ليزر ولا مش معايا ليزر ولا ايه بالظبط. ماوس 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 ماوس، نعتبر الماوس دي، ما اعرفش الماوس دي تشوفوها ولا لا، بس فاللي عندنا هنا ايه بقى، ان هو بيبدا في اليوم الاول، وده المنطقي، ان مفيش حاجه بتبدا في الزيرو وبيخلص في اليوم الخامس، واللي بعده بيبدا في اليوم السادس وهكذا، تمام. لو جيت بصيت على واحد وخمسة هنا لما تطرحهم من بعض، او لو جيت تقول هنا في اليوم الاول وبعدين هتزود خمسة هتلاقي هنا ستة، لكن لا هي مش ستة هي خمسة. anyway لما تيجي تعمل حسابات الباكورد باس والفورورد باس، الاسهل انك تستخدم الطريقة اللي احنا قلنا عليها في المحاضرات. والله البي ام اي او البيم بوك عنده برضو طريقة تانية محتاج تبقى عارفها، بس ده مش هيغير ولا هيبدل في الاسئلة لو جالك سؤال، يعني في النهاية النتيجة بتطلع واحدة، تمام. و يعني لو انتوا لسه confused قولوا لي، عشان انا برضو يعني بس مش قادر اوصل للشات. ايوه الشات اهو، تمام. انا كده وضحت يا باشمهندس سامح الجزئية اللي انت قلت لي عليها. في حد عنده اسئلة تاني؟ طيب مهندس احمد سمير بيقول ازاي اطبق بي ام بي لو انا شغلي ما بيستخدمش البي ام بي؟ بص البي ام بي انا بشوف ان هو في الاساس فكر اكتر منه، يعني طريقه تفكير اكتر منها بروسيجر وبروسيسز. ودايما انت النهارده حسب الباور بتاعك وحسب البوزيشن بتاعك في الشغل تقدر تمبلاي حاجات معينه تبقى موجوده وتمبلمنت شغل معين موجود. بس على سبيل المثال ما فيش حد هيمنعك مثلا من ان انت يبقى عندك ستيك هولدر ريجستر، وتقدر تحط لكل واحد منهم الويت بتاعه وتشوف ازاي هتتعامل مع كل واحد. ما حدش هيمنعك انك تعمل ريسك اناليسيس، ما حدش هيمنعك ان انت يكون عندك ريسك ريجستر، ما حدش هيمنعك انك تعمل دبليو بي اس. ف ايه علاقة ان انا تبقى شركتي ما بتستخدموش وانا يعني اطبقه؟ يعني انت ما عندكش ما يمنع. طيب المهندس محمد الرزاق بيقول ممكن شرح موجز لفكرة اللغة او الفكرة الاساسية تقصد اللي هي الكونفجريشن مانجمنت سيستم. طيب ببساطة الكونفجريشن مانجمنت سيستم هو نظام بقدر من خلاله اتعرف على العناصر اللي في المشروع، سواء كانت العناصر دي deliverables او documents او processes، واتعرف عليها. ليه؟ لان هي يعني بنقول عليها كونفيجرابل، او يعني ممكن يحصل لها تشينج وهي ليها مواصفات، فمحتاجه ان هي تتحدد لها المواصفات بتاعتها دي وان يبقى ليها كونفيجريشن نظبطها بيها. فالكونفيجريشن مانجمنت سيستم اتعمل عشان التعرف على الكونفيجرابل ايتمز دي وتحديد السبيسيفيكيشنز او الفانكشنال والفيزيكال كاركترستكس بتاعتها، وازاي لما اجي اغيرها ايه الحاجات اللي المفروض اتبعها والكلام ده كله، تمام. طيب دي كده باختصار قصه الكونفيجريشن مانجمنت سيستم. ايه تاني يا جماعه؟ طيب ممكن سؤال باشمهندس، هو كود اوف ايثكس الاحترام للصف الصدق دي كانت واجبات لمدير المشروع او الشخص اللي عايز ينظم البي ام اي؟ مش فاهم السؤال. بصي خليني اعتبر ان انت سالتي سؤال ده لمدير المشروع ولا مين بالظبط. الكود اوف ايثكس هي المفروض ان هي تتبع في المشروع كله بكل اللي بيشتغل في فريق اداره المشروع، في اي حد في المشروع يراعيه. يعني انت مثلا لو مديره مشروع وعندك حد مساعد مدير،
فمساعد المدير ده المفروض يتبع الحاجات، لان هي مش اخلاقيات محصوره او مطالب بيها بس مدير المشروع، هي دي اخلاقيات يجب اتباعها في المشروع بشكل عام. ولكن لما نيجي نتكلم البي ام اي قادر يحاسب مين؟ هو قادر يحاسب الناس اللي احنا قلنا عليهم في الاول، سواء بقى كان اللي احنا قلنا عليه مثلا واحد واخد بي ام بي بس مش شغلته مدير مشروع بيشتغل مش عارف ايه، ففي الحاله دي هو هيبقى مطالب بالكلام ده. طبعا احنا برضو بنرجع نقول وبشكل واقعي ان مفيش حاجه بتحصل نتيجه الكلام دوت الا اذا كان في حد مهتم قوي بالموضوع. انا ممكن انا اعرف ناس مهندسين وبيجي الموضوع بجد جد جدا، ولو لقى حد بيخالف بيبلغ عنه عادي جدا يعني. ولكن اللي انا عايز اقوله بقى بعيد عن الرقابه بتاعت البي ام اي، انا شايف ان كل الحاجات اللي اتقالت في الكود اوف ايثكس هي حاجات اللي يتبعها يبقى بيشتغل بشكل اخلاقي وبشكل مهني رفيع، فهي حاجات يجب ان نسعى الى اتباعها في كل الاحوال. خلاص مهندس محمود جاد بيقول لو مدير المشروع ضعيف جدا ويتم السيطره عليه من قبل احد افراد المشروع ده مسبب ظلم الناس كتير، ايه اللي يتم في حاجه زي دي؟ يا باشا زي ما هم سيطروا عليه سيطر عليه انت كمان. يعني طبعا الاجابه دي نون ايثيكال، بس ان ايثيكال، بس اللي اقدر اقوله لك في حاجه زي كده يعني انا ما اعرفش انت موقعك فين، انت تحت ادارته برضو ولا لا، بس حاول تسيطر عليه ومشيه في الاتجاه الصح مش في اتجاه مصلحتك يعني، ده لو انت تقدر يعني. تمام. طيب المهندس محمد العتريس، ايهما افضل، امتحان اونلاين ولا في المركز بي ام بي؟ بص انا ما جربتش الاونلاين ده خالص، الاونلاين ده طلع من ساعه كورونا. انا شخصيا امتحنت في اميد ايست في شارع محي الدين ابو العز في الدقي. تمام. والموضوع كان يعني طبعا ليه تقل كده وتفتيش ورقابه واجراءات ودنيا من دي، بس اهو في النهايه انت اتحطيت في المود وكنت يعني هم بيوفروا لك كل حاجه يعني. تمام. يعني لو انت في الاونلاين وفي البيت او في المكان اللي هتخصصه مش هتقدر تضمن الانترنت ستابيليتي، مش هتقدر تضمن الانتربشن، مش هتقدر تضمن الانترنت سبيد، مش هتقدر تضمن حاجات كتير، فانصحك تروح المركز. فيما عدا ذلك امتحن في مكانك وفي الكومفورت زون بتاعتك والدنيا تمام. اوكي. طيب ايه تاني يا جماعه؟ ايه اسئله تاني؟ السلام عليكم. قلت لك اسكت وانميوت. تمام انا عملت انميوت. تقدر تعمل انميوت لنفسك. السلام عليكم، حضرتك سامعني كده؟ وين صحاب عبد الرازق، وصلت لك ولا لا؟ وصلت. حضرتك سامعني؟ حضرتك سامعني كده ولا؟ طيب حضرتك اللي هي الكونفجريشن، هو المفروض المايك مفتوح كده معاك يا باشمهندس. طيب حضرتك سامعني ولا انا مش عارف؟ قافل السبيكر عندي، معلش انا اسف. اتفضل. ولا يهمك يا هندسه. الكونفجريشن مانجمنت سيستم دي بتحدد العناصر اللي هي لو اتغيرت هيترتب عليها تغيير في حاجات تانية. لا انا كده فاهم صح؟ بص الكونفيجرابل ايتم، الكونفيجرابل ايتم ده عباره حاجه ليها مواصفات انت محتاج تمنتين المواصفات دي، والمواصفات دي ممكن يبقى في حاجه بيدبند عليها او حاجه مش بتدبند، مش شرط يعني، ده مش المعيار ان يبقى في حاجه هي بتدبند عليها او دي بتدبند على حاجه. بس على سبيل المثال زي ما قلت لك كده، انت بتحدد ان هو كونفيجرابل ايتم وتبتدي تحط الحاجه الفلانيه. يعني مثلا لما كنا بندي الاكزامبل بتاع البتاع دوت الاي سي ام سي سي ار، ام سي سي ار الاير كونديشن. تمام. لما كنا بنقول الاير كونديشن هو المفروض يكون 6 مترز 6 فدوت ان كل 6 متر يبقى ليهم واحد حصان موجود. احنا ده لما حطيناه كنا قصدين او احنا ساعتها ممكن نرجع ساعتها للكونفيجرابل ايتم فنشوف ان ده هياثر على ايه. هياثر على الكولينج تمبريتشر اللي هتبقى موجوده في الغرفه، فهنلاقي ان مثلا الكولينج تمبريتشر اللي محتاجه تو بي مينتيند مثلا ان هي تبقى 15 درجه مئويه. فال 15 درجه مئويه دي نحققها ازاي؟ عن طريق ان احنا نقلل الفوليوم اللي موجود في المكان. حلو.
طيب في الحاله زي دي انا والله برجع للحته دي واشوفها هي ينفع تتغير ولا لا، ولو اتغيرت ايه الحاجات اللي المفروض تتغير معاها. ده بيبقى موجود جوه الكونفيجريشن مانجمنت سيستم. من ضمن الحاجات التعريفات اللي اتقالت على الكونفيجرابل ايتم هي اي حاجه ينفع يحصل فيها تغيير والتغيير بتاعها بشكل ما مؤثر على اي حاجه في المشروع. تمام بس تمام انا يعني اللي انا فهمته ان اي ايتم تغييره هياثر على حاجات تانية. ممكن ما يكونش، اصل بص ممكن يكون ببساطه، يعني مثلا انا هقول لك على حاجه، انا لو دلوقتي بعمل زي ما قلت لك السايز بتاع باب شقه، فالسايز بتاع باب شقه احنا مش هنحط فيه غير حاجات صغيره جدا بس. مثلا يعني انا ما اضمنش انت لما تيجي تصغر الباب هتصغره تخليه ايه، تمام؟ فانا في النهايه حطيت لك الدايمنشن بتاعه الباب ككونفيجرابل ايتم عشان حضرتك لو جيت تلعب فيها تبقى عارف ان في حاجات معينه هتترتب عليها. تمام. فرنتشر يعني هتترتب عليها ممكن يبقى فيه او مفيش، بس الحاجات دي تو بي مينتيند لغرض ما. ممكن يبقى الغرض مش لحاجه تترتب عليها، يعني ممكن يكون مثلا انت والله خلي بالك ان مثلا البروجكت مانجمنت بلان كونفيجرابل ايتم، السكوب كونفيجرابل ايتم، تمام. فانا لما باجي احط الفانكشنال والفيزيكال كاركترستكس بتاعته بقول والله المفروض يبقى بيتكون من اشكال ايه، المفروض يبقى فيه كم العناصر اللي موجوده في السكوب ديزاين ايه، المفروض يبقى ابروفد من فلان، المفروض الفيرجن بتاعه يبقى كذا، تمام. طيب في حاجه هتترتب بنسبه كبيره، يعني بتلاقي الدنيا بتشبكاتها والانتر ريليشنز اللي ما بينها كل الدنيا ماسكه في بعضيها وكل حاجه بتترتب. أيوة. يعني كان في المثلث اللي هو بتاع السكوب والكوست والسكادول والكواليتي، لو انا كبرت السكوب هزود التايم وهزود الكوست. ممكن يكون الامباكت مش حاجه زي كده، يعني زي ما قلت لك مثلا دلوقتي انا بالمينتين بعض الكاركترستيك في دوكيمنت اسمها سكوب ديزاين، تمام؟ تمام. كاركترستكس بتقول والله ان الفيرجن ده بيتحدد بناء على رقم اليوم، رقم الشخص اللي عمل الحاجه دي وهكذا. طيب انا كده بمنتين الايه الفيرجن، بمنتين كمان اللوكيشن اللي هيبقى موجود فيه السكوب لاين، بمنتين شويه حاجات. ليه؟ لان انا ممكن لو اشتغلت على فيرجن غلط من السكوب لاين اعمل شغل تاني خالص. فنوع التاثر ما بنقدرش نحكمه بنسبه 100%، او يعني مش لازم يبقى متحدد في اتجاه محدد. ايوه تمام 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 شكرا جدا. مين تاني عايز يسال؟ في حد بيقول شروط اعاده طلب اعاده الامتحان، يعني انت عشان تعيد الامتحان. طيب بص بالمناسبه دي بقى، يعني انا بس عايز اقول لكم على شويه حاجات كده برضو يا جماعه. انتوا هتدخلوا على الموقع في حاجه اسمها كود اوف ايثكس اند بروفيشنال كوندكت، وده موجود بكذا لغه. في حاجه تانيه اسمها كود فاليوز كارد، دي فيها برضو الايه القيم دي نفسها وتفاصيل عنها. في حاجه ثالثه اسمها ايثيكال ديسيجن ميكينج فريم ورك، ده برضو بيقول لك لما تيجي تاخد قرار وعايز تاخده بشكل ايثيكال ايه الفريم ورك بتاعك، تمام. في حاجه ثالثه اسمها بي ام بي اكزام اوتلاين، ده بيقول لك نسبه كل دومين. هو طبعا الاسئله يا جماعه بتبقى في الامتحان مترقمه من 1 لحد 200، مفيش تفصيل لحاجه محدده او ما بيقولكش ده تبع ايه ولا اي حاجه، بس هو في الديزاين بتاع الامتحان بيراعي نسب معينه لكل بروسيس جروب. في الانيشيتنج بيجيب نسبه معينه، في البلاننج بيجيب نسبه معينه، في الاكسكيوشن، في المونيتور اند كنترول، في الكلوزنج وهكذا، تمام. وبالتالي انت حضرتك لو جبت البي ام بي اكزام او اوتلاين ده، خلي بالك اخر نسخه بتاعتنا اللي احنا شغالين عليها اعتبر اللي نزلت في 2015، تمام، عشان في نسخه ثانيه 2021 دي الامتحان الجديد اللي هيبدا من السنه الجايه، تمام. وانا بالمناسبه برضو هديكوا النسخه اللي متوفره عندي من البي ام بي اكزام اوتلاين ده، هبعتها للمهندس احمد، تمام، عشان برضو تبصوا عليها وتشوفوا ان الشيتنج بيجي عليه كم سؤال من الاسئله
وهكذا. خلاص هديكم كمان شوية يو ار ال لبعض ال وهبعت لكم بي دي اف كذا ملف بي دي اف فيه اسئلة كتيرة جدا، عشان انا كنت وعدتكم باسئلة ان المفروض اديكم اسئلة، وهديكم كمان كذا يو ار ال مهم تقدروا تلاقوا فيه مصادر كتيرة جدا لاسئلة لامتحانات البي ام بي. تمام هديكم اليو ار ال وهديكم الحاجات اللي المفروض تتعاملوا معاها. تمام ايه تاني يا جماعة؟ طيب مهندس ربيع بيسأل for online exam if any calculation how can we do it once we can't use any other tools in the room. تمام بص يا باشمهندس، انت اولا هتاخد آلة حاسبة وهتاخد ورقة وهتاخد قلم ودي التولز اللي هيبقوا مديها لك ده لو انت رحت هناك مش كان اونلاين. تمام الكالكوليشن لو انت جيت تعمل كالكوليشن، انا شخصيا طول حياتي لحد دلوقتي من ساعه ما اتعلمت بي ام بي وانا بتبع الطريقه اللي انا شرحتها لك، وما عنديش اي مشكله، ما عنديش اي اخطاء، لان هو مش هيسالك في الحته بتاعت الباكورد باس والفورورد باس وقد ما هيسالك بحاجه كونسبشوال قوي، يعني هو بتبقى الاسئله كونسبشوال. فانا برايي انا الشخصي انك تستخدم الطريقه اللي احنا اتعلمناها، وانا مش شايف فيها اي مشكله ومش هتاثر على اي حاجه. اوكي عندك برضو الطريقه بتاعت الكتاب لو انت مش مطمن تقدر تستخدمها عادي جدا. طيب بالنسبه بس للسؤال بتاع اعاده الامتحان، اعاده الامتحان برضو متحدد في الحته بتاعت البي ام بي اكزام، مش عارف جايد او اوتلاين برضو هحاول اجيبها لكم. كانوا بيتكلموا في اكتر من حاجه، ان انت لو عملت نو شو، نو شو ده لو جبت ايفيدنس على حاجه انت يعني امرجنسي حصلت لك، لا قدر الله حاله وفاه، مرض شديد، حادثه، تعطل عربيه، مش عارف ايه الكلام ده كله، فبالايفيدنس بتاع النو شو ده حضرتك ممكن تعمل ريسكادولنج للايه؟ للامتحان. طيب فيما عدا ذلك المفروض ان هو بيديك جريس بيريود معينه، على ما اذكر ان هي كانت يومين او ثلاثه قبل موعد الامتحان، انك تقدر تعمل ريسكادولنج. لو ما عملتش ريسكادولنج قبل اليومين ثلاثه دول وجيت تعمل ريسكادول فتدفع رسوم ثاني، واعتقد في الـ يعني في ليميت معين، انا مش عايز بس تبقى اخدت مني ايام، لان انا زي ما قلت لك انا بقالي فتره كبيره جدا مش بدخل في البروسيس بتاعه الامتحان، فدي ممكن تاخدوها من الحد اللي كان مهندس محمد عبد السلام تقريبا جاب لنا لينك فيديو عن التحضير او طريقه التسجيل للامتحان يعني. بس اللي انا فاكره ان زي ما قلت لكم كده في وقت معين انت حددت موعد، بتبقى معاك الحريه انك تعمل ريسكادولنج لحد وقت معين. والله الوقت ده عدى، فبيبقى فيه بعد كده رسوم. الوقت ده بقى خلاص عدى، انت كده هتدفع رسوم كامله الا لو جبت ايفيدنس ان انت كان عندك ايمرجنسي كيس. ايه تاني يا جماعه؟ طيب خليني احط لكم اليو ار ال. ربنا معاكم يا جماعه، ربنا معاكم. بصوا انا هبيست دلوقتي اكتر من يو ار ال كده. بصوا اول يو ار ال ده البي ام اي ايثكس، هتلاقوا فيه الكود اوف ايثكس والكود فاليوز كارد والكود فاليوز كارد او كود فاليوز كارد والبي ام بي والايثيكال ديسيجن ميكنج فريم ورك. تمام تاني تايتل ده اللي هو تحتيه لينكات، اللينكات دي فيها هي اندكس لويب سايتس كتيره جدا بتقدم لك اسئله وامتحانات عن البي ام بي.
اللينك التالت ده بوست كنت انا عملته في الجروب بتاع البروجكت مانجمنت اللي موجود على الفيسبوك، هو اسمه بزنس اند بروجكت مانجمنت، كان اسمه قبل كده غير كده، دلوقتي اسمه بزنس اند بروجكت مانجمنت. ده اكبر جروب موجود على الفيسبوك للمجتمع العربي فيما يخص البتاع دوت اسمه ايه، اداره المشروعات واداره الاعمال يعني بشكل عام، لان هم دخلوا فيها البيزنس مؤخرا، بس هي عامه بتاع اداره مشروعات اكتر. تمام. فده بوست انا شارح فيه الموضوع بتاع البي دي يوز، وهو من ساعتها يعني ان شاء الله ما اتغيرش، ما فيش حاجه اتغيرت فيه. فهتقدر بصي انا مش فاتح سكرين، بس مش مهندس انور، انا مش فاتح سكرين، انا حطيتهم في الشات، اللينكات دي كلها في الشات، مش فاتح سكرين، انا حطيت اللينكات في الشات. تمام. مفيش في الشات، انا عملتها برايفت ولا ايه؟ سوري، انا عملتها برايفت، انا اسف. تاني اهو، هو لما بيبقى حد بعت لي برايفت فانا باجي اكتب فبيكتب برايفت، معلش بقى. اول حاجه دي اللي هي البي ام اي ايثكس، هتلاقوا في اللينك ده الثلاث ملفات اللي قلت لكم عليهم، اللي هم كود اوف ايثكس اند بروفيشنال كوندكت وكود فاليوز كارت والايثيكال ديسيجن ميكينج فريم ورك. تمام. تاني حاجه دي لينكات للبي ام بي كويشن اند اكزامز. تالت حاجه ده لينك البوست كنت كتبته بشرح فيه موضوع البي دي يوز. البي دي يوز يا جماعه هي البروفيشنال ديفلوبمنت يونت، وحدات التطوير المهني او التنميه المهنيه، ودي اللي بتلزمك لما تيجي تجدد الشهاده. حضرتك خدت الشهاده وعندك سوري خدت الشهاده، المفروض بتيجي بعد 3 سنين تعمل لها رينو. من ضمن المتطلبات غير الفلوس اللي بتدفعها في الرينو انك تبقى عامل 60 بروفيشنال ديفلوبمنت يونت، 60 بي دي يوز. تمام. فانا شارح في البوست ده بقى ايه البي دي يوز وتعمل فيها ايه ومطلوب ايه والكلام ده كله بالشكل وبكل حاجه يعني. تمام. ده لينك البوست. في زي ما قلت لكم شويه ملفات انا هديها للمهندس احمد وهينزلها لكم بما فيها الابديتد فايل بتاع الانتجريشن بتاع المره دي. وبرده انا معاكم على الجروب، يعني لو في حاجه تانية هنزلها هضيفها او هبعتها للمهندس احمد، ولو في اي حاجه كلموني عادي يعني. في اي اسئله تانية؟